بس مهم اسمه توتال هايبر تنشن. توتال هايبر تنشن يعني pathological increasing portal pressure with opening of portal systemic collaterals. pathological increasing بمعنى ايه؟ ان هو ممكن يحصل physiological increasing in portal pressure، بمعنى حد واكل كتير ولا حاجه فالدايجيشن حصل فحصل absorption كتير، فممكن يزيد شويه. يعني ممكن عمليه ان البورتال بريشر ده مش حاجه ثابته، هو متغير، ممكن يعلى شويه لو حد واكل كتير او كده او ريت اوف ابزوربشن عالي، لكن لما قلت كلمه باثولوجيكال انكريزنج يعني يفضل زايد عالي لفتره طويله. الباثولوجيكال انكريزنج البورتال بريشر لما بيعلى هذا البورتال فينس بريشر هتبقى الحاله اسمها بورتال هايبر تنشن. اتفقنا قلنا عشان يدور على منافس هذا بيتنفس فيها هيبدا يفتح في حاجه اسمها سيستميك شوت. سيستميك شوت هو انستيموزس ما بين برانش من بتوع البورتال فين وبرانش تاني او تريبيوتري بتوع سيستميك سيركيوليشن، لما يفتحوا مع بعض يبقى دي اسمها بورتو سيستميك شوت وهنتكلم عليها. نورمال بورتال فينس بريشر بيكون من 5 ل 10 ملم مركري، لو بيرزيستنتلي انكريزنج عن ال 12 هيبقى اسمها بورتال هايبرتنشن. هذا البورتال هايبرتنشن عناوين بقى في كذا عنوان مهم، اول عنوان هو الايثيولوجي. والايثيولوجي من المنظر اللي قدامكم على ثلاثه محاور. يا اما يبقى بري هيباتيك، يا اما هيباتيك، يا اما حاجه بوست هيباتيك. هنقول بري هيباتيك هي مشاكل البورتال فين، بمعنى ان هذا البورتال فين زي اي فين يعني ممكن يتجمع فيه يحصل فيه ثروبس، ولو فرضا مثلا يعني حصل ثروبس هنا ثروبس هنا ثروبس هنا اصبح البريشر في هذا المكان ايه؟ طيب هو ايه اللي يعمل بورتال فين ثروبوزس؟ ايه اللي يعمل بورتال فين ثروبوزس؟ اكتر حاجه على الاطلاق ابدومينال مالينجنسي. لو كان في تيومر، ها التيومر قلنا ممكن التيومر يطلع بليتلتس اكتيفيتنج فاكتور وتبدا كانها بروكواجلت تبدا تعمل غلطات، فممكن يحصل غلطه هنا. بصراحه لو جالنا حد دلوقتي وشخصنا بورتال فين ثرومبوزس تعمل له سي تي ابدومن وكونتراست سي تي ابدومن تدور على مالجنسي في اي مكان، دي كلمه مهمه، لكن ما يمنعش برضه الحاجات العاديه. يعني مثلا حد عنده بوليسايسيميا دي هايدريشن الكلام العبيط ده اللي هو الفيركاوز يعني، لكن الكلمه الخطيره والمهمه في البورتال فين ثرومبوزس ان ربما يكون السبب بتاعنا ايه؟ يكون السبب بتاعنا ابدومنال مالجنسي. تمام؟ قد يكون السبب بتاعنا هيباتيك، والهيباتيك بنقسمها لحتتين او ثلاث اجزاء. نقول لك بري ساينوسويدال ساينوسويدال بوست ساينوسويدال. بصوا افتكروا كده الذي مضى، هو البورتال سيركيوليشن كانت ماشيه ازاي؟ قلنا كان جايب النيوتريشن، جايب السبلينيك، وجايب السوبر بزنتريك، ودخل هنا وادى برانشات كتيره، صح؟ راحت للبورتال، مش كل بورتال تراك هنا في مليون صغير من البورتال دي، ها وبعدين بيصب في البلاد ساينوسويد. فانا بقول لك بري ساينوسويد يعني قبل. طب مين اللي قبل الساينوسويد؟ هو البورتال تراك. يبقى ما قبل الساينوسويد هو مين؟ ايه راي حضراتكم لما يكون عندي هنا برانش من البورتال بنيول وبعدين حصل هنا بري بورتال فايبروزس، حصل فايبروز في هذا المكان، بس انا واخد نموذج واحد يا ولاد. الليفر من 50,000 ل 100,000 نموذج من ده، فلما يكون في معظم الاماكن حصل بيري بورتال فايبروزس كده، هو لما يحصل كده المحصله بتاعت البورتال بريشر ايه؟ يعني لو الليفر بتاعي منظر تاني اهو، وبعدين انا عندي ايه؟ عندي هنا فايبروز وهنا 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 وهنا، الاماكن دي كلها كل الاماكن دي فيها فايبروزس، اصبح البورتال بريشر كله مقفل 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 مقفل. طب هو ده قاعد هنا؟ لما يفضل قاعد هنا هيعمل ايه؟ هيعمل بورتال هايبرتنشن. طيب يا دكتور هو مين اللي هيجي هنا بري ساينوسويدال ويعمل العمله دي؟ يعني واضحه جدا طبعا بالهارزيا، يعني اشهر حاجه هي كلمه بالهارزيزس شيستوزوما، بتيجي تقعد هنا وتعمل جرانيولوما وتتميز ان حصل بيري حول بورتال بورتال تراكت فايبروزس. بيري بورتال فايبروزس، يبقى بيري بورتال فايبروزس من مواصفات مين؟ البالهارزيز، وبالتالي تؤدي الى بورتال هايبرتنشن. ماشي الحال؟ كمان ممكن عارفين الجرانيولوماتاز ديزيزز الاخرى زي التي بي مثلا، جرانيولوما بتيجي هنا وتعمل فايبروزس، شبيه التي بي كان اسمه ساركيودوزس يجي هنا ويعمل فايبروزس. المايلو بروليفراتيف ديزيز، فاكرين مثلا اليوكيميا والليمفوما؟
مش كانت بتعمل انفلتريشن لاماكن كتيره من ضمن الاماكن اللي بتعمل لها انفلتريشن وتيجي تقعد في هذا المكان. يعني اذا الحاجه اللي هتيجي تقعد هنا وترفع البريشر تضيق البورتال فينيوز على مساحات كبيره المحصله بتاعتنا هي كلمه اسمها بورتال هايبر تنشن. لو اختار كلمه واحده هتكون طبعا شيستوزوما، مش عايزه كلام. الكلمه الثانيه يكون السبب بتاعنا ساينوسويدال او بوست ساينوسويدال. ساينوسويدال يعني حاجه هنا فيها او بعدها بقى السنترال فين وانت طالع، يعني مش انا بعد السنترال فين في فينيوز كتيره وقت لما اصب في التور باكنج فينس ولا ايه؟ مش كده يا ولاد؟ طيب انا بقول لحضرتك كده يكون السبب بتاعنا ساينوسويدال او بوست ساينوسويدال، يعني في المنطقه دي في المكان ده. طب مين المرض اللي كان بيدخل يدمر الهيباتيك لوبوز اصلا؟ مش كانت حاجه اسمها سيروزس وكان فيها كلمه اسمها لوس اوف اركيتكتشر، يعني انا فقدت الشكل بتاعها والهيئه بتاعتها وكان فيها فيبروزس كمان. بس اللي عنده سيروزس الفيبروز بيكون هنا على مستوى الحته دي مقفل الساينوسويدز والحتت اللي بعدها. بيكون مقفل الانترا هيباتيك دول، ولما يقفل دول المحصله بتاعتنا واحده يبقى اسمها ساينوسويدال او بوست ساينوسويدال. طيب لو قلنا واحد عنده بوست هيباتيتك سيروزس وبعدين جه عمل لي فيبروزس هنا 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 هنا، يبقى البريشر هنا ايه؟ يبقى البريشر هنا نفس المحصله، المحصله في الاخر واحده، انا معايا بورتال هايبرتشر بس السبب مختلف. برضه الايدز، الايدز لما بيجي في الليفر بيعمل حاجه اسمها بريوزس هيباتيتس، بيعمل زي كابتس كده حوالين السينوسويدز ثم فيبروزس يدمر كل حاجه مثلا. يبقى السبب اي حاجه سيروزس. او اسمعوا دي، هو ايه الفرق بين باركياري وفين اوكلوزيف ديزيزز؟ الباركياري كان فين؟ يبقى انا بتكلم على انترا هيباتيك، يعني عندي فينيوز هنا كتيره صح وبعدين تجمع في تو ايه؟ تو هيباتيك فينز. انا لما اقول لحضرتك كلمه باركياري طب انا مقفل حاجه بوست ساينوسويدال، لا مش بوست هيباتيك، هي انترا هيباتيك لكنها بوست. انت مش عاجبني؟ لا مش عاجبني. انا بتكلم على فين اوكلوزيف، الباركياري يبقى بره هيبقى اكسترا، انا بتكلم على الفين اوكلوزيف هيبقى فين؟ هيبقى جوه هنا. القصد يا ولاد ايه؟ لما اقول كلمة تمام، لما اقول كلمة هيباتيك، هيباتيك لوحدها يا اما حاجات بري سينوسويدا يا اما سينوسويدا وبوست ذا سيم. بري سينوسويدا هنا واشهر كلمة شوستوزوما وجرانيولوما تي بي وسردودوزس وميلو بروليفريتيف زي اليوكيميا وهكذا. لما اقول سينوسويدا وبوست سينوسويدا هتقول لي هيباتيتس، بقليات مثلا، حتى عم يشرب بقليات كتير، حتى عنده هيباتيتس وعمل سيروزس، حتى عنده ايدز مثلا، او حتى يكون عندي فيرو اوكلوزيف ديزيز. خلصت. طيب بوست هيباتيك، بوست طبعا ابدا بقى من هنا. ها بطه ايه؟ انتروفا جابر وستراتش كونسليفي بريكاردايتس تريكازوي ديزيزز لونج ستاندنج رايت سايد هارت فيل. ايه الكلام ده؟ هو انتوا ملاحظين حاجه؟ ان هي البوست هيباتيك دي الحاجات دي البوست هيباتيك كلها ايه؟ ها كلها اللي هي اسباب الكاردياك سيروزس لكل الدنيا. يعني ايه بورتال هيباتنشن؟ باثولوجيكال انكريزنج امبورتال بريشر ويز اوبننج اوف بورتو سيستميك شونت. طيب هو نورمال البريشر كام في البورتال فين؟ من 5 ل 10، لو زاد عن 12 ملم ميركري طبعا وقعد فتره يبقى اسمها بورتال هايبرتنشن. ده اسبابه يا بري هيباتيك يا هيباتيك يا بوست هيباتيك. بري هيباتيك نمبر 1 فيرست اوف اول بورتال فينثروبوز، واشهر سبب ليها عندي ابدومينال مالجنسي. في اسباب اخرى اي حاجه يا دكتور بركاوز، يعني دي هيدريشن بوليسايسيميا اوكروفايلوما اي هذا من الكلام ده. لما اقول لك على مستوى الليفر هيباتيك هقسمها يا بري سينوسويدال سينوسويدال بوست سينوسويدال. بري سينوسويدال اشهر كلمه اقول شيستوزوما واشياء اخرى جرانيولوما ديزيز وهقول المايلو بروليفريتيف ديزيز. سينوسويدال وبوست سينوسويدال هقول سيروزس الكوليك وبوست هيباتيتك او الايدز مثلا حلو والفينو اوكلوزيف ديزيز. طب اقول بوست هيباتيك، بوست هيباتيك بط كاري وانت طالع فيهم بنتابل وستراكشر وزيت بريكاردايتس تريكاردايت ديزيزز لونج ستاندنج رايت سايد هارت فيلير. على فكره شايف كل الاسباب دي؟ هي كربونه كده اسباب انكريزنج هيدروستاتيك بريشر اللي بتعمل اسايتس. هي هناخدها ان شاء الله يمكن بكره ولا الحصه اللي بعدها. هي اسباب الكونجستيف سبينوميجالي. يا اولاد هو اوتوماتيك من المنظر اللي قدامنا. لما البريشر هنا بيزيد مش رجلين هيكبر؟ نسميه ساعتها ايه؟ بورتال هايبر تنسيف سبينوميجالي.
او نسميه كونجستيف. ليه قلنا عليه كونجستيف؟ ما هو بقى متخن الدم مليء كله على الاخر، فالدنيا عنده كبيره جدا، فيقول لك عليه كونجستيف سبين او هيوج سبين او اكبر يعني. فدي كلها اسباب. لو انتم فاكرين هيماتولوجي كان في عنوان كده اسمه هايبر سبينيزم، ده بيقول ايه؟ ايديوباثيك، وكل حاجه تعمل سبلين وميجالي ربما تقل بعد كده في صوره هايبر سبينيزم. وكان في عنوان اسمه بورتر هايبر سبينيزم، قلت لكم عليه مؤجل اهو ورده هنا اصلا. هو ده يعني البورت. كل الاسباب اللي احنا قلناها تؤدي الى مين؟ تؤدي الى سبلين وميجالي. الفورمه الوحيده مش عايزه كلام، لو مسكت الاسباب دي كلها وقعدت تقولها تؤدي الى سبلين، بصوا ولا كلمه اظن محدش معترض. على فكره يجي سؤال كده لوحده اسمه ايثيولوجي اوف بورتال هايبرتنشن، في مشكله؟ سهل يتلم، في اي مشكله؟ طيب في ايه؟ خالص يعني ايه لخبطه؟ قولي لي. طب اقول لك، اقول لي عايزه ايه وانا اقول؟ خلاص ما هي انفرا هيباتك سوبر هيباتك ذا سيم، ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه، مش فارقه، مش فارقه. هو لو البريشر هنا عالي مش هيسمع هنا، ومحسوب لك بورتال هايبر تنشن، مش فارقه، مش فارقه خالص يعني. اوكي ماشي. الفكره الثانيه او الحاجه الثانيه الكلينيكال بريشر والبورتال هايبر تنشن، بصوا كده ببساطه، هو لازم تكون واخد بالك من حاجه، ان الكلينيكال بريشر يعني كسيمتومز وجنرال ولوكال ساينس سيطغى عليها طبعا في البدايه السبب، مش كده ولا لا؟ يعني اقول لك ايه؟ كلينيكال فيش عندي هيستوري، الناس اللي عندها بورتال هايبرتنشن في الهيستوري بتاعها، في الهيستوري بتاعها هتلاقي هيستوري اوف كونتاكت ووتر كانال. ليه؟ مش احنا بنهرج يا سبب اساسي يقول لك ده كان بينزل الترعه مثلا يعني، هو حد مصري كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه هيستوري اوف اكسسيف الكول انتيك، ها history of hepatotoxic drugs، history عنده history ان هو خد blood transfusion او عمل عمليه في مصر وام الدنيا، يعني دخل في هيباتيتس، يعني الاقي الهيستوري بتاعك history of leukemia، history of myeloproliferative disease، history of ايه؟ مش احنا عندنا اسباب كتير، history of cardiac troubles، يبقى تقعد تنقي الاسباب الكبيره وتقول انا لقيت عندي الهيستوري بتاع كل مرض من دول، اي مرض من دول كان ليه history فانت بتدور عليه كهيستوري، فيها مشكله؟ سهلة. طيب ده كده كانه حتى بس هيستوري. طب يا دكتور يعني هو يعني اصلا يعني جاي يشتكي من ايه؟ واحد عنده بورتال هايبر تنشن يقول لك الحق البورتال بريشر بتاعي يعني؟ لا هو مش بيقول كده. هو مش هيقول كده. بص يا دكتور ممكن حد يقول لي ايه يا دكتور؟ هو مشكلته ويز اوبننج اوف بورتو سيستميك شونت. واشهر بورتو سيستميك شونت معلوماتكم العامه فين؟ لا اللي بيشاور هنا غلط، هي هنا. ها هي فلوروزوبيك مش هنا، هي هنا. هي تلوير اوزوبيلس، اوكي؟ هي انستموزس ما بين حاجه اسمها جاستريك ليفت جاستريك بين، ده تبع البورتال، وحاجه اسمها ازيدوز بين، ده تبع السيستميك، فتعمل لي حاجه اسمها اوستروجينال فاريسز. طب هو ده لما يرشر هيعمل هيماتيتسس، هيرجع دم وفيها يكمل في الجي اي كي وينزل في صوره، يبقى باي بريزنت باي هيماتيتسس ان وتش از كومن بريزنتيشن كومن. حتى اقول لكم حاجه، ممكن يبقى بينزل كده حاجه بسيطه يجي له صوره انيميا، مش كده ولا لا؟ ممكن يدخل في هيباتيك انتظارات اي حاجه بقى، يبقى هتلاقي الهيستوري هيستوري اوف اكسبوجر تو حاجه ثم بدا يجي لنا صوره هيباتيتس. ده اكتر حاجه. بص يا ولاد، لو كان السبب اللي عامل كده سيروزس هتلاقي معانا الكلينيكال بيتشر اوف ليفر سيل فيلير. ممكن نرجع في الذاكره شويه، بصيت لبورتو احنا من ساعه ما بدانا هيباتولوجي عملنا انترودكشن وخدنا ليفر فانكشن عشان نثبتها في كل حاجه. ثم بدانا في الاكيوت هيباتايتس ثم كرونيك، والكومن دي لو كانت اكتف ممكن تقلب هنا سيروزس، وهذا السيروزس نوعين، يا اما كومبنسيتد يا اما، ولما كان دي كومبنسيتد كان في صوره بارينكيميتال دي كومبنسيشن خدناها في محاضرتين، كان كلمه اسمها ليفر ولسه هكمل الجوبس كمان فاهمني ولا لا؟ ها ولما كان فاسكولار دي كومبنسيشن كان اسمه بورتال هايبرتنشن، يبقى اذا المريض اللي عنده بوست هيباتيتك سيروزس وحصل له دي كومبنسيشن هيحصل له معين من الدي كومبنسيشن، هيحصل له نوعين، النوع اللي هو البارينكيما بس قلنا ليفر سيل فيلر، وهلاقي كمان خلاص يبقى هو بريزنت بورتال هايبرتنشن، وفي نفس الوقت هلاقي معاه مانيفستيشنز اوفر ولا ايه؟ حد معترض؟
عارف يا دكتور لما تيجي تفحص العيان ده اصلا ممكن تلاقي مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير. ممكن العيان ده اصلا تلاقي عنده انيميا كرونيك بلاد بروسس. وحتى الانسولين اللي بيكبر ده لسه قايل لكم ياخد يؤدي الى هايبر سبلينيزم. تلاقي العضلات بتاعته بقت ضعيفه من كتر هو عنده انديميك هايبوبروتينيميا. المصنع الوحيد للقلب اللي هو الليفر فعنده انديميك هايبوبروتينيميا فممكن يحصل له مصل هاو ويكنس ولا حاجه. تلاقي عنده هايبر دايناميك سيركيوليشن عشان زياده البازو دايليتور ماتيريالز. الحاجات دي كلها انت عمال تعمل ايه يعني ميكس كده كان في ليفر سيل فيلير وورتر هايبر تنشن. الكلام المهم قوي عندي خمسه عندي اربعه لوكال ساينز فور بورتر هايبر تنشن سبلينو ميجن. الكلام ده مهم وطبعا الليفر هيباتوميجا هنتكلم على الليفر هو مشان الهيباتوميجا دي وطبعا اسايتس وعنوان اسمه ايه؟ بورتو سيستميك انستموزس او شنط. يبقى في اللوكال عندي اربع كلمات مهمه. في اللوكال اربع كلمات مهمه خدوا بالكم دايما هنيم حتى لما نيجي نفحص اي حاله قبل وانا بشرح لكم كده بالترتيب بنفحص الليفر سكر اول مره اقول الاسبوعين الاول واخر مره اول واخر مره هقول انا ليه قلت الاثنين الاول؟ اظن يعني بص بص لو جيت في امتحان كلينيكال والدكتور قال لك او الدكتور قال لك المريض ده عنده بورتال هايبر تنشن ولا لا؟ جاري على السبلين. في سبلين في بورتال هايبر تنشن. مفيش سبلين مفيش بورتال هايبر تنشن. كانك يا دكتور عايز تقول لي مفيش بورتال هايبر تنشن من غير سبلين وبجري؟ بص يا دكتور الصين الاولى والصين الاساسيه والمهمه والخطيره والكبيره وحتى بنقول بص بقى دول دول يعني اهم كلمه هي كلمه سبيروميجا. هيبقى لما اقول لك والميكانيزم واضح الميكانيزم مش البريشر عليه في البورتال هيعمل باك بريشر على مين؟ مش عارف الفضل اللي فيه فازين الحاجات اللي بتكبر بسهوله فيؤدي الى سبيرو ما تقولش سبيرو كومن. عشان كده ممكن يجي لك العيان ده ايه؟ هسيبك بقى من اللي انا بفحصه لا ممكن يقول لك ايه؟ انا عندي ثقل جنب الشمال كسرته ها ليفت هايبوكوندريال بين هنتكلم عليه في الكلينيك لو انت عندك ثقل هنا. بص يا دكتور يحصل لهم دايما ايرلي ساتايتي. لا اشرحه لك ها مش كان في حاجه اسمها ستومك بيت؟ كانوا كام حاجه؟ كانوا 12 كانوا في الخطه الثالثه 12 دول هم مش حاجه بقى ها هو ده اناتومي انا كاتب الكلام ده كان في 12 استراكشر الاستومك نايمه عليهم كان هجوم الاسبرين الاسبرين كبر مش فاهمين حاجه ضغط على الاستومك اصبح الكافيتي بتاعها بقى صغير فيجي العيان عشان ياكل عشان ياكل. بص لو قلتله بيشبع لو قلتله بيشبع يجي لك مثلا ممكن يبقى حد عنده سبير وبيجري جالي استاذ في كليه زراعه مشكلته يا دكتور انا خسيت اخر شهر 7 كيلو يا دكتور انا باكل لقمتين والله زي بقول له كده باكل يا دكتور لقمتين وبشبع فانا مش فاهم انت على نفسي انت متضايق من حاجه حد مزعلك يقول لك شايف وكله زي الفل والله يا ولاد وبصوا كله فل يعني عارف شايف مفيش مشكله خالص. قمت افحصه لقيت عنده تعرف في عجله ده جالسين قد كده حاجه من الحجم العائلي. قلت له ما انت لازم تشبع بسرعه انت بس ما بتعرف تاكل اصلا هي بطه كلها ايه؟ فانا سبرين فانا قلت له كده بجد انا سبت ومشي ما شفتوش تاني ابدا ما لا ما قلت انت عندك طحال مذاكر بقى طبعا يعني المفروض انا ما اقولوش يعني قلت له الطحال الطحال متضخم قال لي طب هو السبب ايه؟ ده ورم ده سرطان انا قلت له مفيش الكلام ده خالص انت عندك بنغلاسيا قديمه في حاجه مشكله بتاع قال انا ما عنديش بنغلاسيا هو غالبا ورم. قلت له يا عم اهدى بس بالله هنعمل شويه فحوصات ها كتبت له فحوصات والله ما شفته ده الكلام ده من سنه وشويه ما شفتوش من بعدها والله نفسي اشوفه بجد يعني لا ما في مش لازم يكون مات هو مقتنع ما عجبوش الكلام بس انا حسيت بجد حاجه ايه يعني واخد بالك حجم هو جاي يشتكي من شكوى واحده انا بخس يا دكتور انا باكل لقمتين وبشبع فايه اللي سبايسي من الكلمات دي ايه؟ هو انتوا عارفين بالونه في المعده بيعملوا في المعده اصلا انا راكب واحد بالونه هي بالونه وبحط فيها محلول ميه كده مالكه وبتاع فتاخد مساحه من الاسبوع فيجي ياكل لقمتين يبدا يخس بقى فبدي ولا مثلا يعني هو جه الاسبوع عمل نفس الفكره هو زق كده من بره فلما يجي ياكل بيشبع بسهوله مشكله بس هو الاسبرين اهم كلمه اهم صاير فانا بدور على الاسبرين كسبته بقول لك انت جبت وجعك ها وحصل له ايرلي ساتايتي ها وممكن ندخل في بانسايتوبين لو دخلنا فايبر ها اسبرين لكن لما اجي افحص الاسبرين فحصه مهم جدا نفحص الاسبرين. عندي سؤال محرج بقى ليه الاسبرين بيكبر مع البورتال هايبرتنشن؟ تقول لي هو ده السؤال المحرج اكيد يعني
عشان البريشر عالي فانت مش عارف ترجع فيزي. اقول لك صح كونجيشن يعني. وايه كمان؟ وايه كمان؟ دي ميكانيزم تاني؟ ايه؟ ها؟ ماشي. هو لو حصل هايبرزينيزم هيبدا يكبر لانه بقى شغال زياده فالعمليه التعويضيه هيكبر كده بس قبل ما يحصل هايبرزينيزم يعني. بص يا ولاش انتوا عارفينها اصلا. مش هو ممكن يكون مريض سيروزس وعنده توكسيميا as a part of reticuloendothelial system hyperplasia. دكتور يعني عايز تقول لي ايه؟ السبليت بيكبر عشان البورتال هايبرتنشن حاجه ميكانيكال كونجيشن وبيكبر كمان عشان reticuloendothelial system hyperplasia وبيكبر كمان لما يحصل هايبرزيليزم اكتر وعمال ياكل بقى فبيكبر بياكل ويكبر يعني ثلاث حاجات يكبروا. عشان كده عايز اقول لكم حاجه يا اولاد. لا توجد قاعده يعني ايه؟ بعضكم متخيل حاجه كليه هندسه فيقول لك ايه؟ لو البريشر جوه النسبلين سوري لو البريشر جوه البورتال فين 15 فالنسبلين يكبر 3 سم. لو البريشر بقى 18 يبقى كده 6 سم. لو البريشر بقى مش عارف 25 يبقى دوت كده. لا مش كده خالص. احنا مش كده خالص. ممكن يجي لك واحد البريشر في البورتال فين ده 40 عالي جدا واخد بالك ونسبلين حته صغيره. ويجي لك واحد البريشر ايه؟ يا دوب يعني 15 14 6 وده الاسبرين. طب ده تفسيركم ان هو مش فاكتور واحد. هو ليس فاكتور واحد ولكن مالتي فاكتوريال. فاهم حاجه ولا لا؟ في نفس الوقت برضه يا اولاد لا توجد اي علاقه ما بين حجم الاسبرين والفاجوسيتك اكتيفيتي. يعني ممكن يبقى واحد ايه؟ الاسبرين بتاعه يا دوبك جاست بالبابول يعني يا دوبك كده بثلاث اضعاف بس جاست فالتبول واخد بالك بس عنده بان سيتومينيا وشغال حريقه. فاهمني ولا لا؟ واحد تاني والله الاسبرين كبر كده وعدى الميد لاين وصل لغايه الالف ونص. متخيل دي؟ شايف كبير ازاي؟ هيوج اسبرين وما عندوش هايبر سبرينزم. ها ده معاك جايب بريشر مانيفستيشن مش ضعيف. يعني بصوا احنا مش في كليه تجاره. احنا الكلام ايه؟ ها الكلام يفرق من حد لحد. طب اسمع دي كمان. لقوا يا اولاد لقوا دي احصائيات مش بس محدش يقعد يقول لي ليه ومش ليه. لقوا ان الناس الرفيعين اللي حصل لهم بطل هايبر تنشن الاسبرين بتاعهم كبر قوي. الناس التخان اللي حصل لهم بطل هايبر تنشن ما كبرش قوي. يعني كل ما كان حجمه صغير كل ما كان حجم الاسبرين اكبر. فاهمني ولا لا؟ ها كل ما كان حجمه كبير كل ما كان حجم الاسبرين اصغر. يعني علاقه عكسيه. خد دي كمان. حد فاكر الباثولوجيكال تايبس اوف سيروزس من ناحيه الديجنريشن وديولز؟ هو كان مايكرو وكان ماكرو وكان ميكس. كلما كان ماكرو نوديولر اكتر كلما كان حجم الاسبرين اكبر. يعني بيبقى ما في علاقه طرديه بقى. يعني كلما كان ماكرو نوديولر كلما كان حجم الاسبرين ايه؟ انا بس عايز اوصل لنقطه واحده افهموا لي نقطه واحده. ها الاسبرين مش بيكبر عشان الكونجيشن بس. هو بيكبر كمان از بارت اوف ريتيكولوزيلا سيستم هايبربليزيا وبيكبر كمان لما يحصل هايبرزوزن لانه بقى شغال بقى شغال كتير ولما يبقى شغال كتير ربما يكبر كتير. فين الدور ولا لا؟ سهله كده ولا فيها مشكله؟ فيها اي مشكله؟ يبقى دي اول بند اول واتفقنا على حاجه في العمل ايه؟ لما يدخل على حاله ليفر والدكتور يقول لي في بورتال هايبرتنشن ولا لا؟ قولا واحدا اجري على مين؟ اوعى تقول لي اشوف الاستراتيجيه الفارسز، اوعى تقول لي اروح اشوف اصايب، بطل هبل، هات كلمه اروح ادور على مين؟ ادور على الاثنين. طيب الحته دي حلوه الليفر. في مشكله؟ الليفر. هقول لكم ثلاث كلمات وربنا يستر. لو كان السبب في هيباتك تقصد بيها دي يعني هنا بورتال هيبا اللي هو البورتال فيسو وبوز الليفر نورمال. نورمال سايز ونورمال كونسستنسي. لو كان السبب هيباتك هيبقى الليفر شراكت حجمه صغير وغالبا فيه فايبروزس وسيروزس هيبقى شارب ممكن وفيرم كونسستنسي. لو كان السبب بوست هيباتك باسو دي اللي هي الكارديك سيروزس هيبقى انلارجد وتندر وسوفت اند اف اتيولوجي استرايكاز بالديزيز هيبقى كمان بسيطه. هتفهم حاجه؟ قولوها تاني. لو كان السبب هنا في البورتال فيس وبوزس هيبقى حجمه ايه؟ هو الدبل احنا قليل شويه بس هو مكفي نفسه. فاهمني ولا لا؟ ما عنديش مشكله. اما لو كان السبب هيبقى ايه؟ هو انت لو مسكت معظم الاسباب مش اخرها فيبوزس؟ والفيبوزس هيعمل ايه في الليفر؟ هيصغره. والبرجر شارب
والكونسيستنسي صح ولا لا؟ طب امال لو كان السبب هنا فوق دي كونجيشن فكر الرايت سايد هارت فيلير مش كان يجيب رايت هيبوكوندريال بين وستريتش الهيباتيك كابسول والكلام ده ولا كان السبب ترايكاسبيك؟ حلوه دي ولا لا؟ يبقى الليفر يفرق. الليفر يفرق يعني ممكن يبقى حد عنده سبيرو ميجالي والليفر صغير. سبيرو ميجالي والليفر كبير سبيرو ميجالي والليفر نورمال. ها يبقى على حسب السبب. يبقى السبب فارق ولا مش فارق؟ بقى فيها مشكله؟ فيها اي مشكله؟ طيب نمره ثلاثه لو قلنا واحد سبرين اثنين ليفر ثلاثه اسايس. هو البورتال هايبر تنشن بحد ذاته يعني البورتال هايبر تنشن ده بزياده في الهيدروستاتيك بريشر هنا. واحنا عارفين الانيميا سوري الانيما ليها اربع ميكانيزمات حد فاكرهم؟ اللي هو زياده الهيدروستاتيك بريشر ناقص الهيدروستاتيك بريشر اللي هو البرميابيلتي والليمفاتيك اوبسايد اربع ميكانيزمات. احنا عندنا ميكانيزم واحد اسمه ايه؟ البورتال هايبر تنشن ده الميكانيزم اللي معانا البورتال هايبر تنشن ربما يؤدي الى اسايز حلو كده؟ بس يا سلام يا سلام يا سلام لو معاه شويه هايبو هايبوجلوبينيا يبقى انا معايا هايبو هايبوجلوبينيا عشان في كرونيك ليفر ديزيز وفي بورتال هايبر تنشن يروح مركز للميه هنا في البطن اكتر من اللور ليفر فيعمل اسايتس قبل الاديمه او اسايتس بدرجه الاديمه قلنا دي اسمها ايه؟ ما اسمهاش حاجه لان السبب هنا ايه؟ السبب ليفر السبب مش في القلب فاهمني ولا لا؟ وبعدين في معلومه ظريفه جدا لو جالي واحد اكيوت بورتال هايبر تنشن واكيوت اسايتس دي معناها بورتال فيزرومبوزس وخدها مني ده تيومر. فين؟ واحد يقول لك كويس جدا بص حد قاعد معانا فل واحد قريبك كان ممتاز رائع ورياضي وزي الفل وتمام التمام اسمك ادم بيكلموك انت بتسال عليه لقيت قال ده في المستشفى بقاله يومين وعنده ستريس اوف بطن قد كده رحت له لقيت في عنده بورتال فيزرومبوزس وبطن قد كده وش ده ما نجلسه هو ايه اللي يعمل حاجه كده يعني؟ ايه اللي هيجيب لي حاجه كده؟ هو ايه اكتر حاجه تعمل بورتال فيز روبوزس؟ يبقى ده ابدومينال مالينس فيكتوري ولا لا؟ ودي اوحش حاجه. اما لو كان كورونيك زي الليفر سيل فيلير زي السيروزس فهيبقى معانا بالراحه يبدا يتجمع اسايس تدريجيا. مفيش واحد عنده سيروزس يجي لك مره واحده بطنه كده ولكن تمشي ازاي؟ حتى مش الاسايس حاطين له جريتس يعني الاول عمال اعمله تنشن بالالترا ساوند بس وكلينيك انا ماليش حاجه بعد كده يبقى مايل بعد كده يبقى موديل بعد كده يبقى سيفير بيرس مش كده ولا لا؟ فهمتوني يا ولاد؟ انا عشان كده لما يجي لي حد عنده اسايتس مره واحده بورتا بيرس بوكوس وعلى فكره مش هتلاقي ديما ولا حاجه وممكن تلاقي السيرم البوم بتاعه نورمال تقول لي ده امال حصل له؟ اقول لك لا ده ميكانيزم واحد اللي اشتغل هو ميكانيزم زياده الهيدروستيك بريشر تقول لي يا دكتور مش انت قلت لنا ان البورتا هايبر تنشن لوحده غير قادر ان هو يعمل بس لوكاليزيشن؟ لا ما انا برجع في كلامي هو بيقول لك لو كان السبب حاجه مره واحده ورفعت البريشر قوي وعملت اكيوت بورتال هايبر تنشن زي البورتال ثرومبوزس تؤدي الى اسايتس يبقى ايرلي اسايتس معناها ان المرض ايه؟ خطير جدا في مالينتسي قشطه في مشكله؟ طيب العنوان الرابع هنتكلم عن ايه؟ احنا مين اصلا؟ احنا فين؟ هنتكلم على كلينيكال فيتشر البورتال هايبر تنشن في سيمبتومز وجنرال ساينس ولوكال ساينس. السيمبتومز اللي اولا الهيستوري بتاعه باست هيستوري كونتاكت ووتر كانال هيباتوتوكسيك دراجز الكول انتيك خد فيروس عن طريق عمليه عن طريق نقل دم ولا حاجه عنده مايلو بروليفريتيف ديزيز. في البريزنت هيستوري ممكن يكون عندنا المستشفى عنده هيماتيمسز عنده ميلينا عنده ليفت هايبوكوندريال بين عنده ايرلي سوسايتي عنده انتستينال كونجيشن ما هو في عنده شويه كونجيشن في الانتستين كونستيبيشن واخد بالك عنده مال ديجيشن جيت افحصه جنرالي لقيت عنده شويه انيميا لقيت عنده ماسل ويستنج لقيت عنده هايبر دايناميك سيركيوليشن لقيت مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير جيت افحصه لوكال لقيت في سبلين شفت الليفر على حسب وادور على اسايتس ادور على حاجه اسمها بورتو سيستميك شوت. البورتو سيستميك شوت هو ايه بقى؟ هو البورتال فين ده ليه برانشات حلو كده؟ هو المفروض ده يبقى ليه تريبيوتريز بس ده عشان ماشي نيوتريشن بيقولوا برانشز يعني. السيستميك دايما اسمها تريبيوتريز هو انا ستيمولس ما بين برانش من البورتال فينز وواحد من التريبيوتريز بتاعت السيستميك فينز وليها اربع اماكن. اشهر مكان هو الديستال بارت اوف اوسوفيجاس لور اوسوفيجاس وده يعمل حاجه اسمها اوسوفيجيال فاريزز. الانستيمولس ما بين حاجتين حاجه اسمها ليفت جاستريك فين اللي هو بيسموه اصلا اسمه تاني كوروناري فين. الليفت جاستريك فين اسمه ايه؟ هو مش كوروناري يبقى لازم في القلب ها؟ هو اسمه ايه؟ ليفت خليه ليفت جاستريك عشان ما تطورش يبقى ليفت جاستريك وازيجوز ليفت جاستريك وازيجوز
بنعمل حاجه اسمها اوستروجين. ها فارسس تعمل ايه؟ اوستروجين اللي هو عندها هيماتيمسيس يعمل بلينا كرونيك بلاد لوس يفضل سايلنت هو نصيبه يعني. ماشي ده اول اهتمام. ثاني مكان عند الايدو ريكتال جونكشن. ايدو ايه بس؟ ريكتال جونكشن يعني تقريبا لو انت بتعمله بي ار على بعد 4 سم يعني مثلا تقريبا 4 سم. ها فانت بيكون على بعد 4 سم بس طبعا بيبقى نازل كده شويه لانه بيبقى عامل زي ايه؟ زي هيمورويد اللي هي الفايلز بواسير. ده بيكون انستموز ما بين ايه؟ سوبيريور ميزنتريك اورتال ميدل وانفيرو ميزنتريك سيستماتيك. ها سوبيريور سهله. ها وفي اتجاه ده تبع الاورتال وميدل وانفيرو تبع. طب ده هيعمل هيمورويد. يلا شاطر يقول لي بريزنتد ايه؟ ها بليدنج بريكتا اسمها ايه تاني؟ هيماتوكيزيا بس اسمها بليدنج بريكتا او اسمها هيماتوكيزيا. يبقى لو جالك مريض بورتال هايبرتنشن ما تقولش بواسير بقى. هي مش بواسير. ها هي ايه؟ انستموزس انو ريكتال جونكشنال انستموزس. هو يقول لك ايه؟ دايما يقول لك هي تتلخبط كده محدش اصلا بيركز. هم يشخصوها كانها بواسير. فاهم لكن مش بواسير. بصير حاجة تانية فهمني ولا لكن هو هنا الفكرة في ده انستموز ما بين البورتال والسيستميك سيركيوليشن. طيب خلينا في التالتة. ممكن تكون في الانتيور ابدومنال وول ودي بتعمل حاجة اسمها دابل ميدوزا اللي هي كاتبة تعرف الابدوم مثلا كده اللي هي بقى الساحرة الشريرة بقى الراس كده وطلع منها حاجات. ده برضه بيكون انستموز ما بين حاجة اسمها بارا امبيليكال فين. ده اتجاه كده. وحاجه اسمها ايبيجاستريك فينز يعني البارا امبيليكال ده تبع البورتال والايبيجاستريك تبع الايه السيستم. على فكره ما تحفظش الانستموزس بمين ومين. سيبك من اللي انا قلته انا بتنطط عليكم. ما تحفظش الانستموزس ما تحفظوش بس عرفي الاماكن. الاماكن المشهوره ثلاثه. ها لو الاوزوفيجاس دي بتاعت الايه؟ الايماتيمسيس حلو كده؟ والايريكتال جنكشن تعمل كانها بايظ تعمل بريدنج بريكتر. وفي الانتيور ابدومنال دي اللي احنا بنشوفها في الكلينيكال. حد شفت الكلينيكال وريتكو دايليتد فين؟ لو حد خد كنا بنعمل حاجه اسمها ميلكنج تيست ونشوفها بتملى منين؟ البورتال هنا. فلو وزعت اوي فروم امبيليكاس يبقى ده بورتال مش كده ولا لا؟ ولو جت من بره جوه يعني مش بره جوه بقى يعني جايه تو وورد امبيليكاس يبقى ده سيستمك. ده شغل كلينيكال. لكن مهم في مكان رابع ما حدش بياخد باله منه بيكون في البوستير ابدومنال وول ولا حد بيركز معاها ولا بيشوفها اصلا لكن يهمني الثلاثه دول. فكاترة لو قال لك تعمل ايه في او في ايه في الفايندنج في الابدومينال اكزامينشن في واحد عنده بورتال هايبرتنشن تبدا بالاسبرين. وتقول لي الاسبرين هيبقى كبير يقول لك طب حجمه قد ايه؟ تقول له مفيش علاقه. لان البورتال هايبرتنشن عامل والفيك لوجيسيلا سيستم هايبربليزيا عامل والهايبر سيلز عامل اخر اوكي؟ الليفر ثلاث احوال لو كان السبب بريك هيباتيك. ها؟ نورمال لو كان السبب هيباتيك. لو كان السبب بس هيباتيك ها اللارج هيباتيك تمام كده يبقى سوفت. حلو الكلام. بعد كده تدور على الاسايتس. هل ممكن يحصل اسايتس؟ تقول لي محتاجين شويه هايبو المونيا. طب لو حصل اكيوت اسايتس؟ بورتال فينس روبوست وربنا يستر. ها لان غالبا اشهر حاجه فريقنا ثم بعد كده لو كان بقى كرونيك يبقى احنا معانا هايبو المونيا. اماكن البورتو سيستميك انستموزس لور اوزوبيجاس انتيور ابدومينال وول والايدو ريكتال جنكشن. طيب حد فاكر دي في الكلينيكال؟ لما تيجي تخلص حاله الابدومين فانت عملت ريزيشن بالفيشن بالفيشن وسكتيشن وبات فالدكتور ده خلصت ايوه شاطرين تقول انا عايز جوانتي وفازلين دلوقتي حالا. انا عايز جوانتي وفازلين دلوقتي حالا. ماكلويد قال ايه؟ نو ابدومينال اكزامينشن وداوت بي ار اكزامينشن. على فكره البي ار عشان الانستموزس ده عشان الهيمورويد دي فاهمني ولا لا؟ مهم ان انا ادور عليها ولا ايه؟ ها مهمه. ما هو دي ايفيدنس وبورتال بتقول لي هو انت يعني مش عندنا اسبرين وخلاص. ماشي يا دكتور ما انت بتجمع ادله كتير على البورتال هايبرتنشن عشان تبقى مستريح. حلو الكلام. طيب سيكولي وبورتال هايبرتنشن. واحد عنده بورتال هايبرتنشن ممكن يحصل له يحصل له هيباتنسس دي اكتر حاجه ويحصل له ميدينا. ممكن يبقى في كرونيك بلاد لوس ومحدش دريان بيه يجي لك بانيميا. يا ناس انا عايز اقول لك مش هقول لك جالي عين امبارح. لا 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 اصلا مفيش عين امبارح فاهم بس طب مش يعني ما اقصدش يعني ايه جالي عيانين كتير حتى وانا نايم. العين بقى جاي ايه بتحول عنده انيميا. نعمل له علاج والله العظيم بس هتجيب نعمل الهيموجلوبين تلاقي 4 5 3 مش عارف ب6 حاجه زي كده فاهمني ولا لا؟ تلاقي الهيموجلوبين قليل قوي وتلاقيها مايكرو سنتر تلاقي بكرومين.
يطلع عين اهلك عشان تطلع على السبب وفي الاخر تعمل له اوفر اندوسكوبي. ده اسوفاجيال بس عم هو بينز عارف بينز دي يعني ايه؟ يعني هو عامل لك هيماتوكسز ولا المنينه بتاعته باينه. فاهمين حاجه؟ طيب هو بالظبط بيعمل لي اوكل تو بلاد من السول، محدش واخد باله منه بس على مدار ايه؟ سنه سنتين. ولما كل يوم يفقد يعني شويه صغيرين، مش الهيموجلوبين ده اكتر ستور فيه حديد، فالمحصله في الاخر مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا. فهمتوني ولا لا؟ يعني ممكن يجي لنا هيماتيمز الصريح، مليمه صريحه وده حلو، ده خلاص عرفنا هو عنده ايه. لا ممكن يجي لك في صوره كورونيك بلاد لوس اللي جايه تشرحوها. ماي بريزنتد باي هيباتيك انكيفالوباتي از جي اي تي بليدنج از ذا كومنست. ها از ذا كومنست ايه؟ ذا كومنست ايه يا فوزي؟ برسبتيتنج فاكتور، ده مش كول، ذا كومنست برسبتيتنج فاكتور فور هيباتيك انكيفالوباتي. يا سلام جي اي تي بليدنج يعني هاي، يعني عباره عن ايه؟ هاي بروتين دايت وقلل فوق قلل الدم اللي رايح للدم. استنى بس، وكمان عندي بورتو سيستميك شوك. ده انت شايف ترتيبه على بعضها. هو وجود اسوفاجيال بات، انتوا بتلخبطين ليه دلوقتي؟ انتوا بتجيبوا ليه؟ عشان عندي اسوفاجيال باريسس يعني بورتال بريشر ايه؟ عالي، فهو عمال يحصل جي اي تي بليدنج. فده خلاص انا خلص انكفاليتس وكمان بورتال هايبرتنشن، بورتو سيستميك شوك شغاله. يعني حتى ما بيعديش على الليفر عشان يحصل له ديتوكسيكيشن. يعني عندي تو فاكتورز، عندي حاجتين. فبالتالي جي اي تي بليدنج ده حاجه، وكمان البورتو سيستم الشنط حاجه ثانيه. يعني بي بريزنتد باي هيباتيك انكيفالوباسي. العيان اللي عنده بورتال هايبرتنشن هيماتيمسز ميلينا، ممكن ما بيشتكيش من حاجه ويجي لنا في صوره انيميا، ممكن يجي لنا في صوره هيباتيك انكيفالوباسي زي ما قلنا. طبعا لو كان السبب سيروزس هتلاقي الكلينيكال بيكشر كمان اوف ليفر سيل فيلير داخله معانا. في مشاكل في هذا الكلام؟ عايز اعمل انفستيجيشنز فور بورتال. احنا قلنا ايه اصلا من اول المحاضره؟ ويعني ايه بورتال هايبر تنشن؟ باثولوجي انكريزنج يا بورتال بريشر اكتر من 12 مليمتر مركري. هو نورمالي كام اصلا؟ من 5 ل 10 بقى اسبابها. ها؟ بريباتيك. بريباتيك بص بقى، بريباتيك كلمه واحده. ها؟ بورتال بينزل وبوز. ها هيباتيك هنقسمها الى بري سيناسوزر، سيناسوزر وبوست. بري سيناسوزر حاجه واحده. ها؟ سيناسوزر هو بالهارت ديزيز يعني. سيناسوزر وبوست سيناسوزر كلمه واحده سيروزس. ها طيب بوست هيباتيك كل اسباب ها الكارديو سيروزس. خلصت كده؟ ها تاني كلمه اتكلمنا عليها الكلينيكال بيكشر. كسبتهم؟ هيستوري اوف كونتاكت وكذا وبلاس ترانسفيوجن وهيباتيك توكسيك والهبل ومال بروفيدن بدا يجي له بريزنتد بهيماتيتس او بمنينا. ممكن يبقى عنده انيميا، ممكن يبقى عنده ليفر سيل فيلير، ممكن يبقى عنده ليفت هايبوكوندريال بين، يحصل له ال ساتايتي، يبقى عنده انترستاينال كونجيشن وديسبيبسيا والهبانيشن. ده لما اعمل له جنرال اكزامينشن ممكن مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير، هايبر دايناميك سيركيوليشن، انيميا، ماسل ويستنج. هذا افحص لوكال اسبلين مهم، ليفر، اسايتس، بورتو سيستميك شوك. عايز اعمل انفستيجيشنز. عايز اعمل انفستيجيشنز واحد، عايز اعمل لاب. طبعا دي اوضه يعني. نمرة اثنين عايز اعمل فيجواليزيشن، يعني هشوف فيجواليزيشن اوف بورتال فين، عايز ابص عليه. نمرة ثلاثة ودي بجد دي الحاجة الخطيرة يعني. استيميشن اوف بورتال بريشر، ده مهم يا ولاد. مش عايز احسب البورتال بريشر كام؟ نمرة أربعة انفستيجيشنز فور اوسوفيجيال فيريسز از ات از ذا كومنست برزنتيشن. يلا بالراحة بقى. اللاب هنعمله سي بي سي يا ولاد. يعني ممكن الاقي عنده كام؟ وريتيكوسايتس. طب هي عاليه بس انتوا ليه خدتوا وقت كده؟ يعني ليه خدتوا وقت كتير؟ ما انا عايز افهم. هي بس هيدروجين ماشي. ها وريتيكوسايتس ده ايه؟ طب ليه اتاخرتوا؟ ليه بتتاخروا على ما تردوا يعني؟ مش انا عندي هايبرزينس؟ يعني عمال ياكل فاكيد الدمار عمال ايه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى انا عندي بتشخص زي بتوع هو انت يا دكاتره هو ايه الكريتيريا اوف دايموز اوف هايبر سبلينو سبلينو ويجن فانس هيدروبيني هايبر اكتف هرمون امبروفد افتر سبلينكتومي ونوع تاني فانس هيدروبيني وفايبر سبلينو ويجن هايبر اكتف هرمون ولا لا بستدل عليها بريتيجيو سايكل امبروفد افتر. طب ايه حاجه ولا انت؟ طبعا انا بس انا بعتمد على الثلاثه الاولانيين. واحد الاسبرين كبير شويه. واحد الاسبرين كبير شويه. وعنده بانزايتوبينيا وريتيكوسايتوزس. تعمل حاجه؟ ها اروح انا اشيل الطحال، بعد ما اشيله الاقي الدنيا كلها ظبطت.
فهمت حاجه؟ خلاص سهل. فانا بقول لحضرتك نعمل له سي بي سي عشان البانسيتوبينيا والريتيكوزايتوزس والهيماليشن ده. هنعمل له ليفر فانكشن. هو عباره عن ايه؟ ايوه على حسب. يعني لو في سيروزس هتلاقي ليفنس اوف سيروزس، لكن مثلا مرض زي البلهارزيا. تمام؟ هيعمل حاجه؟ الخلايا لا مش الخلايا سليمه. الخلايا سليمه، الخلايا الهيباتوسايت سليمه، ما عنديش فيها مشكله ولا الجلاندوس بتسحب ولا اي حاجه الا لو ضغطنا عليها، لو عملنا كوليستيزس. يا ولاد لو عندي سيروزس هتلاقي بقى تلاقي الانزيمز عاليه ضعف ولا ضعفين، وتلاقي الالجوبين قليل والبروتون بالبرولونج ماشي ده اوكي. ده لو كان عندنا ايه؟ لو كان عندي سيروزس، لكن بالهاريزيز بس لا ما بتعملش حاجه. طب لو كان السبب بورتال فينس روموزس، لا انا مالي اصلا؟ انا مالي؟ فاهمني ولا لا؟ حتى لو كان السبب كارديك الحاجات البوست هيباتيك مش هتعمل الا في الاخر لما يحصل سيروزس، لكن لو ما حصلش سيروزس خلاص. ايش يا ولاد؟ طيب اظني ان اللاب فيها حاجه مش مريحاني، يعني مش هتخصصش. هل اللاب ريحتك في حاجه؟ هو بس كده لو في ليفر سيل فيلر هتلاقي الابره مش هتبقى سيل فيلر غير كده او ابطا. الكلمه الثانيه عايز اعمل فيجواليزيشن للبورتال دي، عايز ابص عليه. هبص عليه صح يا اما حاجه دايركت يا اما حاجه اندايركت. سوري يا اما حاجه نون انفيزيف يا اما حاجه انفيزيف، مش دي دايركت يا اما حاجه انفيزيف يا اما حاجه نون انفيزيف. نون انفيزيف طبعا يعني اللي بتعمل في كل الدنيا. الالترا ساوند هو سي تي مش كده؟ هاي يا اما نعمل حاجه هندخل جوه. تعال نشوف الاول نون انفيزيف الترا ساوند. ها وسي تي وفي حاجه اسمها دوبلكس الترا. اكتب جنب الترا ساوند اسمها ايه؟ دوبلكس الترا ساوند. دوبلكس دوبلكس الدوبلر ده فاكرين الجهاز اللي بيشوف البلاد فلو؟ ها دوبلكس الترا ساوند ده بيحسب لك البريشر وحاجه مقرب. هو انكيوريت بس حلو يعني بيديك فكره، وغالبا ده اللي بيتعمل في الدنيا كلها. هتعمل سي تي. السي تي بيديك فكره على الابدومين كلها عشان لو في مالجنسي ولا حاجه وتشوف لك البورتال فين لو في سته ولا حاجه تقول لك عليها. ماشي؟ برضه في النون انفيزيف بس انا عايز حد يشرحها لي كده. انا مش عارفها. اسمها ديجيتال سبتراكشن فينوجرافي. يعني هنصور مره وغلط على الصوره اللي هي النورمال مش بتاعت العيان. حطيهم على بعض ولا ناقص؟ لا هما الاثنين العيان. يا دكتور ماشي بس انا عارف اللي الصوره النورمال والصوره العيان هما الاثنين العيان. ماشي بالسبب ولا بالسبب؟ انا بصور العيان كده عادي. طب ركزوا كده. صوره عاديه. الصوره العاديه دي الفرق جابت ايه؟ صوره الاكس راي يعني جابت ايه؟ كل حاجه بقى جابت العظم والمصل ومش عارف الليفر والاسبرين والانتستين وكل البلاوي دي. حلو كده؟ وراح مديله سمكه تمشي في البلاد بيزر وراح مصور صوره ثانيه. الصوره الثانيه بقى فيها كل حاجه وزاد عليها مين؟ اطرح الصوره الاولى بالصوره الثانيه. هتديني بلاد بيزر بس. فهمت حاجه؟ قلناها قبل كده؟ طب اطرحها بقى من النور ماشي كانت احلى. ماشي ها؟ فاهمني ولا لا؟ يبقى اسمها ايه؟ ديجيتال. ديجيتال يعني بالكمبيوتر. يعني انت مش انت اللي تقعد تطرح يعني تقول لها اطرح ازاي؟ ها مش هو الكمبيوتر اللي بيشد ديجيتال سبتراكشن طرح فينوجرافي يعني صورت الفينس ها السيستم بتاع الليفر والزبين والكلام ده ديجيتال سبتراكشن فينوجرافي. بصراحه بعد الدوبلكس الترا ساوند محدش بيعمل حاجه. بعد الدوبلكس الترا ساوند محدش بيعمل اي حاجه اصلا. دلوقتي بقى في دوبلكس ملون كمان وبيجيب لك ديتيلز رهيبه. خلاص الموضوع بقى سهل وحلو. انفيزيف محدش بيعملها بس اقول لكم الفكره. هقول لكم الفكره وقولوا انتم هي فكره ماشي هي شغاله بس ينفع اعملها بعد الدوبلكس الترا ساوند ولا؟ بصوا يا ولاد كانوا بيعملوا ايه؟ ده الاسبرين. حد فاكر كده حاجه تفتيشي حتى صرف سنواتهم بالاسبرين؟ ها؟ 9 و10 و11 9 و10 و11 اللي هم الضلوع يعني رقم 9 و10 و11 على الليمفوسايت من الاسكابلر لاين للبيتا اكزيلر لاين ده مكان الاسبرين. حلو كده؟ واللونج اكسس بتاعه مع 10 فانا باجي بالصدار بحدد مكان الاسبرين. حددت مكان الاسبرين حلو؟ وده الجلد اهو اروح داخل كده على الاسبرين بالسرير كده واحد فيها سهلة وصور يا معلم اهو ده الاسبرين وده الاسبرين اهو. انا حددت الضلع العاشر ودخلت على الاسبرين. انا شفت بالسونار مكانه ودخلت مش بدخل مزاجي الترا ساوند جايدد فدخلت انا كده جوه مين؟ طيب انا حددت هنا سهلة. يعني ايه سهلة؟ يعني ده انت هتبان لما اصور. فهتمشي ازاي؟ هتمشي ازاي؟ حلو رايح ماشي كده 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 صح ولا لا؟ روح اصور. فهمت حاجه؟
سهل اسمها ايه بقى؟ بير كيوتينيوس ترانس سبيرميك جينوغرافي. عملنا ليه؟ والله بتتسلى يعني هتسيب العناية على الفاضي مش لازم نقعد في المستشفى نعمل له اي حاجه. فجرب يا دكتور بتتسلى. هنعملها ليه يا ولاد؟ هو انا العنوان بتاعي ايه اصلا؟ احنا مين؟ احنا مين يا ولاد؟ احنا بنعمل ايه؟ بنعمل فيجواليزيشن اوف بورتال فينز. انا عايز ابص على البورتال فين اشوف شكله في حاجه سداه في مشكله ضيق في الحته. طب السد فين بالظبط؟ فاهمني ولا لا؟ بس انا بعمله فانا بعمل ايه؟ انا باجي عن طريق الاسبرين باجي عن طريق الفينا واروح داخل كده يبقى اسمها عن طريق الجلد الاول يبقى اسمها بير كيوتينيوس ها ترانس عبر ها سبرينك ها جينوجرافي. فيها مشكله؟ فيها مشكله؟ سهله؟ طب ايه رايك نعملها عن طريق الليفر؟ بس هتوصل لي مين؟ هتوصل لي الحته اللي فوق بس مش هتجيب الحته دي مش كده ولا لا؟ يبقى عن طريق الليفر يبقى هيباتك ها جينوجرافي بس طبعا فاشله جدا. ليه فاشله جدا؟ ها انا لما بدي في الاسبرين ده انا بجيبها منين؟ أنا بجيبها من الأول، لكن دلوقتي أنا جايبها منين يا ولاد؟ هذا أنا جايبها كده من الليفر يبقى أنا عديت المرحلة بتاعت ها البري هيباتك وحتى جزء من الهيباتك، اتفهمت ولا لأ؟ مكتوبة قدامك كل الكتب ولا فيها مشكلة؟ أوضح يعني تاني؟ طب أقول إيه؟ يبقى أنا عندي نون انفيزيف ها دوبلس ألترا ساوند و سي تي وديجيتال سبتراكشن أند جيوغرافي أوف تشويس دوبلس ألترا ساوند. خلاص؟ الانفيزيف لا تعمل كلام كش لا يعمل. طب هو لو بايدي لو بايدي اقول دوبلس الترا ساوند واخرس بس هو مش بايدي يا شباب. ها نعمل حاجه ثانيه ها بير كيوتينيوس ترانس سبلينك انا بغني لهم بير كيوتينيوس ترانس سبلينك جينوجرافي او هنعمل ترانس هيباتيك جينوجرافي ترانس هيباتيك جينوجرافي. في حاجه كمان اسمها امبيليكال فين كاثتر يجي حوالين الامبيليكال هنا يدخل يفتح على الفين فتحه كده جراحيه صغيره ويركب قسطره صغيره فيه ويفضل ماشي قسطره زي بتاعه القلب ها ويفضل ماشي فيه ماشي فيه لغايه ما يدخل جوه البورتال سيركيوليشن شخصيا. ما هو احنا ايه حاجه انفيزيف يا ولاد دوبلس الترا ساوند. خلاص انا اسف اسمه ايه؟ واحنا ساعات بندرس ايه تاريخ الطب هو ده تاريخ الطب لكن هو اللي بيعمل دلوقتي دول عايز دوبلكس ملون على الوريد البابي وافراد واخد بالك بالعربي يعني ماشي ده بيتعمل ويجيب لك صوره تحفه. فبص يا دكتور دي عايز احسب البريشر عايز احسب البريشر حد كده يقترح عليا يعني ايه ما اقدرش احسب البريشر انا احسب البريشر جوه الدكتور دي ممكن ولا مش ممكن؟ طب بص يا دكتور بص يا دكتور ده الاسبرين حلو كده في البيديا لازم تجي تعرف في حاجه اسمها هايلر. الهايلر ده هو المدخل ده المدخل هو طبعا هو جاي له ثلاثه سوري جاي له خمسه ارتيوز وبعدين بيصيبه في الاخر في فين واحد اقول سبينيك فين. الهايلر ده اللي طالع منه السبينيك فين فانا بدخل بالتروبر بتاعي من بره برضه زي الفكره دي كده واوصل لغايه الهايلر حلو كده وراح موصلها بنانومتر وقيس البريشر في الهايلر. ما تفتحوش بقى. لما قيس البريشر في الهايلر ولقيته عالي ده معناه ان البورتال فينس بريشر ايه؟ يبقى انا دخلت عن طريق مين؟ الهايلر بتاع بس في حاجه هو انا لو لقيت البريشر في الهايلر بتاع الاسنين اللي هو يعني الاسنينك فين لقيت البريشر فيه عالي ده معناه ان هو بورتال هايبرتنشن صح؟ معناه ان السبب بري هيباتيك ولا هيباتيك ولا بوست هيباتيك؟ ما اعرفش معناه ان في ايه؟ طب ما انا عارف ان هو عنده بورتال هيباتيك صح؟ طب ما انا عارف يا دكتور هو الاسبرين والهيباتيك ما انا عارف يعني ما استفدتش حاجه انا يا دوب دخلت بس خربته كده وخلاص وعرفت ان في بورتال بريشر عالي فحته ايه الترانس اسبرينك دي اوطى شويه عملوا حاجه ثانيه بالقسطره ظريفه جدا وهتعجبكم بس هذا مخ خفيف يدخلوا بالقسطره عن طريق الفيمور الفين فاكرينها؟ ويفضل ماشي ماشي لغايه ما يوصل الانفيرو جينا كام ولا بيوصل الانفيرو جينا كافا يلاقي فيه تو هيباتيك فينز ينقي واحد منهم اهو الانفيرو جينا كافا تو هيباتيك فينز يروح داخل في القسطره يروح داخل في واحد منهم ويفضل ماشي
رايت لما يرشق في حته يرشق كده يعني عمل ويدج اسمه ايه ترانس هيباتيك ويدج بريشر. ويدج يعني الحته اللي هو ايه وقف عندها يعني اكتر حته. بص دكتور هو دخل كده 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 اكتر حته خلاص ضيقه وقف فيها هنا. اول ما وقف فيها راح عايز ايه؟ هلاقي حاجه من الاثنين يا عالي يا واطي. لو كان عالي يبقى السبب بوست ساينوسويد. لو كان واطي يبقى السبب بري ساينوسويد. فتح ما انا عارف ما انا قلت عايز ابخ دي مش هتقول ما انا عارف ما انا عارف فاجر عمكم دخلت بصرة يعني انت فاهم. طب ما تلاش على الناس عيب كده عيب. لا عيب عيب دكتور انت مش عيب طريق عليكم انا طريقت عليكم ايه طيب انا عملت ايه. طب انا اول مرة قلت عايز انت مش عارف الكلام ده عادي ما انت حتى زي انت فاهم انت فاهم انت فاهم في المجموعة ما عملتش حاجه انا سكت خالص. واحنا لو بنفرض دكتور دخلنا طب اساسا اه انا اصلا كنت عايز ادخل كليه تجاره واشتغل في بنك واروح الساعه 2 الظهر وخلاص عشان كده مش هقعد بالتوفيق مكان انا بروح وبروح وبروح وعايش حياتي. اه طبعا الحق امريكا كده برضه ايه؟ الحق امريكا يا عم امريكا بس الحق ده حقي بقى الله يبارك فيك. بص يا دكتور دي حياه حلوه بجد الناس تقعد مع بعضها مش دلوقتي بكره شوف ايه ايه؟ ما احنا قاعدين مع بعض كل يوم قاعدين مع بعض ده احنا بنقعد من غير ما يبقى ورانا حاجه واخد بالك؟ نقعد من غير ما انت بتعرف تقعد كده الواحد نفسه هو الحمد لله انا راضي بكل انا ما اقصدش حاجه انا راضي بكل حاجه انا راضي بص في اي يعني ايه ان شاء الله الواحد يبقى عنده شغل السنين يعني ده الحمد لله كله نعمه وكله خير واخد بالك؟ لكن الفكره مش في كده في ناس تحس ان هي ايه عامله دماغ يعني الحاجه مش في دماغها ولا عنده ستريس عايزه تصحى الصبح تروح محاضره تطلع المستشفى مش عارف مين يدخل يعكن عليها وهي مروحه نفس البتاع تاني وبعدين تاخد محاضره ثانيه. طب ما انت كنت يا بنت اتجوزتي وجبت لك عين رفضتيهم وخلاص مثلا يعني مش كده ولا لا؟ قلت كده كده مش عليكوا حاجه مش عليكوا ديوتز يعني مش عليكوا واجبات فاهمني ولا ايه؟ والله يعني كده احسن؟ قعدت في البيت وحشه والله قعدت في البيت وحشه. طب هنعمل بوت بس عايز امانه وضمير وشرف. امانه وضمير وشرف. لو رجع بينا الزمن ها لو رجع بينا الزمن ها لو رجع انا بقول البوت اهو مين هيدخل الطب؟ والله لو رجع 100 مره كل اللي عليه هيخش. ياه ودي سبوتك يعني بقيت اللي هو موضوع ولا سبوتك والله العظيم تذاكر كده هو رجع من السنه والله العظيم يعني انتوا دخلتوا طب نوعا للاهل فقط كده عشان خاطر بابا وماما والمجموع والكلام ده. بابا يا دكتور انت ايام ما كانش في سبورت يعني. ايام ما كانش ايه؟ ما كانش انت حسستني بيني وبينك مليون سنه كتير. يا دكتور ماشي هم كانوا بابا كان ايام التجاره و تسافر مش عارف ايه. انا ما كنتش هدخل الطب اصلا. والله ما كنتش هدخل الطب خالص. ان شاء الله بقى. هي امي السبب انا اول ما طلعت النتيجه رحت جبت ملف كليه اسمها الفنيه العسكريه وخلاص ورايح بقى وانا ساعتها كنت لياقه بقى وبتاع وحاجه جامده جدا يعني ورحت اقدم وامي قعدت تعيط طول الليل طول الليل. انا طبت وقلت لها حاجه الله يبارك لك طب هندخل طب يعني طب بس طبعا ارضاء ليها يعني بس الله اعلم بقى يعني انا برضه بقول لك ايه؟ ايه؟ ماشي يا دكتور بس انا بقول لك يعني فنيه عسكريه وانا لا دي كلها على فكره شيك جدا يعني ماشي مش حاجه مش هبل. طب يا دكتور حاجه حلوه يا دكتور ولا نفسي اطلع معايا ده حاجه كويسه جدا والله حاجه كويسه جدا لا يعني على فكره يا ولاد هو المعز حاجه وحشه بالعكس يعني الواحد يقعد كده يقعد ربنا واخد بالك نصلي في الجماعه ويقرا ورد في القران ايوه يا دكتور والله هو اللي دخلت في الجامعه العسكريه ويعمل خير هو كده ماشي لو انت دخلت في الجامعه العسكريه مش كده زمانك دلوقتي شايل مدفع ما كده في مصر ايه المشكله عادي لا مش هفضل ايه يا رب بس انت مش لا مش حربيه يا رب مش حربيه انت مش عارف المهم بس لا انتوا فاهمين الدنيا انا راضي انا مش معترض انا مش معترض
انا قصدي انا قصدي ان احنا بقى انا دلوقتي هنفضل نشتغل لغايه امتى؟ طب اخر الشغل ده مش ربنا هيجي حاسبنا في الاخر على كل ده؟ ما فيش مشكله، انا مش بنعمل حاجه غلط اه، بس ممكن يعني بس فاهمين كلنا احنا مقصرين جدا، مقصرين والله مقصرين. يعني يعني انت يعني بتقول ايه؟ والله يا درويش اخر مره شرحت البصمه فين؟ اه بص مش فاكر اهو اتفضل. ما ينفعش فاهم؟ لان لو انت عارف اليوم بقى كده مستريح واخد بالك وليك معاش كويس ومرتب كويس، تجارك كذا لك قاعد معاك، هو معاش ومرتب قد كده، تاخدي معاش قد كده، عيش حياتي قد كده. ازاي؟ يا عم انا عايش حياتي انا معترض، انا مش معترض، انا عشان كنتوا، انا زعلان عليكم بس المهم علينا. انا زعلان مش مشكلة. انا زعلان مش حاجة. اه انت والله خدتها صح. طب انت عارف تتجوز قدامك 5 6 سنين. لا اكثر. اكثر؟ طبعا انا مش عارف. وانا تيجي معايا كده صوفي ونقطع، مش كده؟ حضور. مش كده؟ حرام عليك، عندنا كم سنة يا ناس؟ عندنا كم سنة؟ 23 23 24 عجزتوا. والله ده انا قلت لما كان عندها 24 سنه كان معاها 3 جابها ثلاثه والله ده جابها ثلاثه ماشي وشغلها كويس وبتاع وشوفوا بعد كل ده وانا بقول لكم بعد كل ده هتيجي بعد ما تخلصي سنه سته وشوفوا تعبت وطلعتي تاني فين انت الباثولوجي كنت عايز الاقي الحرق ساعتها ولا تاخدي ايه ولا تاخدي اشعه اصل انا مش عارف مش هعمل ايه اصل انا مش هشتغل يعني ايه مش هشتغل؟ يعني بعد كل ده مش هتشتغل؟ احنا مش عملتش ده الفيلتر الباثولوجي؟ ده الفيلتر الباثولوجي؟ ها؟ ده انتوا ثلاث اجزاء فيلتر باثولوجي اشعه وكوارترات اهم حاجه جدا كوارترات جدية فتح كوارترات مشهور ايه؟ والله مشهور انتوا فاكرين جدية بيعملوا ايه جدية؟ والله جدية كوارترات شوف هما بتوع ايه بيعملوا مش عارف ايه جوجل وبيحاولوا مش عارف ايه وبيعملوا ايه والكاميرا ايه وبتاع ايه وهذا ايه بس هي فلوس حلوه هي فلوس حلوه انت بروفيشن حلو واخد بالك لكن ايه لكن انت مستوى يعني مستوى ايه يعني ايه؟ طب تخصصي ايه بس؟ انت بتخصصي ايه؟ تقول ايه جراح دكتور عصب؟ هتقول ايه يعني؟ وفي الاخر بتبقى مزنوق في حته قد كده. وفي الولاد اللي بياخدوا لبات الجراحات والحاجات اللي هي الفضيله دي. وانتوا في الاخر بتتخانقوا على الفلتر البصري. ده انتوا بتعملوا كده، انتوا في بيزو. ده انتوا في بيزو فعلا. لما تبقى شايف بصمه وتعيش في الجامعه وتبقى ملكنا في الصف. صح؟ مش ده مصري؟ والبنات تقعد تدعي عليك، مش ده اللي بيحصل؟ اه؟ انا بقول لك انا ملكنا في الصف. ولا بقول لك ربنا مش هنقولها لك انا بقول لك ده انا فاهم ليه فكره حلوه يعني فانا وقت كتير يلا بس ايه؟ مش متعصب خالص ما انا بدل طيب فبص على الاخر يعني انا بدل طيب بس والله خسرت 4 كيلو كنت في 4 كيلو والله 4 كيلو انا عارف نفسي انت مش هعرفك يعني معلش يا لو انت قبل رمضان بقى الواحد يكتر نفسه كده شويه. انا لا ازاي بقى؟ لا ما انا في رمضان معزوم. بس انا عن ايه؟ دكتور ماشي مع دكتور؟ طب والله يعيب. ماشي. يعني ايه ماشي مع دكتور؟ مش انت عارف الناس يبقى في صف الشمس ولا انا مش هنقلل من حد بس يعني انا هروح لدكتور علاج طبيعي يعمل لي نظام تغذيه مش عارف هل ده كلام ينفع اه ايه؟ اه بس عيب يعني انا عملت لكم نظام انت عايز نظام انا اقول لك ايه؟ ياخد منك مين ده؟ يلا يا دكتور مش عارف حاجه بص يا دكتور لا لا نكمل الحته دي يا رب نفهم يا رب يا رب يا رب دخلنا مسطره عارفين الاسطر؟ لا احنا عايزين نحسب البورت البورت بريشر لما دخلنا عن طريق الاسبرين هنا في الهايلر كده وحسبنا البريشر كان البريشر ايه؟ بس ده قال لك انها بورت هايبر بريشر ما فرقش بين البرينج فاتت ولا فاتت ولا بوست فاتت انا عايز حاجه تفرق ما بين الاثنين اعمل ايه؟ ادخل بقسطره سلك طويل رفيع مالك مجوف وافضل ماشي عن طريق الكاميرا الجيم ودخلت منه الانفيرو فينا كامل في الانفيرو فينا كامل لقيت التوب باتري جيمز دخلت في اي واحد منهم
وفضلت ماشي البرانش يظهر لغايه لما جيت ارشق يعني وش جيت دخلت في حته. الحته اللي انا وصلت لها دي وصلت هنا مثلا وانت حاسب البرشر. لو قلت البرشر عالي يبقى السبب حاجه بعد الساينوسويد بسمعها بوست ساينوسويد. يعني مثلا لو عندي بطن هادي يعني مثلا لو عندي رئيس هيد هارت فيلير هيبقى البرشر هنا ايه؟ طيب لقيت مثلا مفيش دم ووصل هنا فالبرشر هنا يبقى ايه؟ يبقى السبب بتاعي بري ساينوسويد او بري ساينوسويد. فهمت حاجه؟ مثلا واحد عنده بالهارسيز يعني عنده هنا بالبرتل فيبروزس فالبرشر هنا عادي في بورتر هيدر بريشر. بس يا ولاد هل الدم عادي تدخل؟ هل الدم عادي تدخل؟ الدم رايح للسنازول اصلا ولا رايح بص سنازول؟ قليل. فلما اجي اقيس البرشر في الحته البص سنازول دي هل البرشر بتاعي ايه؟ يبقى الوجه بتاعت البرشر ايه الفرق ما بين؟ طب سنازول ولا لا؟ تعليم ولا لا؟ على فكره اكتب عليها اكتب عليها الطريقه الوحيده لقياس البورتال بريشر. دي الطريقه الوحيده المتبعه يعني الطريقه المثلى او غير الاسبتابل او دي اكتر حاجه ممكن يعملوها. قول يا حبيبي. هتبقى ايه؟ انا دلوقتي عندي هنا مثلا في ضغط ايه؟ يبقى الضغط هنا عامل ايه؟ عادي. طب انا دخلت هنا وزن فهي عادي. طب لو بلي هل في دم عالي فيه اصلا؟ فهمتني يا ولد ولا لا؟ سهله ولا ايه؟ ها؟ سوري اورنج اورنج لو عندي بورتال فينسر بروزس بس يا ولد ها؟ حددت هو بري فانا بالكومبلكس بطلع البريشر فانا بطلع السبب ها؟ يبقى بري سانا سوجر ها ودي الطريقه الوحيده المتبعه الطريق الاسطر هذا اللي بفكر علمتوا عليها؟ قولوا مش مكتوبه بقى عشان ايه اقول لكم مكتوبه؟ الحمد لله هذه دي اهم حاجه. لا هي قالت بس بري سانا سوجر وبص سانا سوجر بس. بص يا بره مفيش حاجه ماجيك تقول لي الكلام اللي انت عايزاه ده. فهو مجموعه حاجات مع بعض. دي مش حاجه واحده. وبعدين الكلينيكال بقى يعني هو الجزء الكلينيكال هيبقى عليه عامل كبير ومعظم الحالات كشغل سوق يعني كشغل مستشفيات حتى ما حدش بيعمل الحاجات دي. هو خلاص بقى باين قدامك ان هو عنده بالهارزيا وسبرين وبتاع ايه فالدنيا اصلا بتبقى مشخصه نفسها ما يلجاش للحاجات دي الا في الايه الا في الطوارئ. فعلا ساعات هو بيعملوا عمليه الواحد يحقن صبغه في الورتال فين ويبص عليه هيدخل بتروكر ويقيس فيه البريشر. طبعا ده هو بيعمل عمليه مع اللابروسكوب او حتى هو بيعمل عمليه استكشاف ولا حاجه ده بيدخل يقيس البريشر برضه ده كلام قديم ملوش حته لازمه. انفستيجيشنز لاب او انت سي بي سي وليفر فانكشن فيجواليزيشن وبورتال فين عايز ابص عليه مش بقيس بريشر ولا حاجه يا اما نون انفيزيف دوبلكس الترا ساوند وسي تي يا اما انفيزيف والانفيزيف بتاعتي دي انا ممكن ايه؟ بيرتوتينيس ترانسس برانيك فينوجرافي او فينس فينوجرافي او امبريكال كاستر اللي هي الهيباتيك فينوجرافي او ادخل على الطريق بتاع امبريكال او الامبريكال بيك كاستر. استيميشن اوف بورتال بريشر يا اما في الاسبرينيك ودي هتبقى بفكس ان انا معايا بورتال هايبر تنشن وخلاص لكن ما تفرقش بري ساينوسويدال وبوست ساينوسويدال يا اما عن طريق الوجه هيباتيك بريشر ودي هتفرق اذا كان عالي يبقى ده بوست ساينوسويدال اذا كان واطي يبقى دي بري ساينوسويدال وبرضه دي مهم عشان الاف اس ام كيو خلاص فيها مشكله؟ عايز اشخص الاوسوفيجيال باريسيس طبعا قولا واحدا اندوسكوبي او كان زمان يعملوا باريوم الباريوم ايه الباريوم سوالو الباريوم اللي عندنا اربع انواع في باريوم سوالو وهو بيبلع كده بفرض صوره اشعه في باريوم ميل لما ينزل في الاستومك وهو يتحرك يمين وشمال وصوره اشعه وبعدين ادي جرعه اكتر وتقدر تمشي في الانتستين وتابعها على مدار ساعات يبقى اسمها باريوم فول ثرو او ما يجيهاش من فوق اصلا هي عن طريق الانس يعني انما باريوم انما عشان الكولون لو ظهر الاسوفيجاس في الصوره يبقى لازم باريوم سوالو لو ظهرت الاستومك يبقى اسمها باريوم ميل لو ظهر الاسمون انتستين باريوم فول ثرو لو ظهرت اللارج انتستين باريوم انما مش موضوعنا انا بعمل حاجه اسمها باريوم ميل الباريوم ميل المفروض يعني الاسوفيجاس يبقى نازل كده صح؟ اهو نازل كده وهنا في الاستومك. بص يا ولاد البانيوم بيبقى عامل زي اللمبه النيون كده، ده حاجه منوره. لو لقيت هنا في فيلنج ديفكت في المكان ده لقيت في فيلنج ديفكت يبقى عندي اسوفيجيال باريسيس. فهمتوا حاجه؟ لا ودي محدش طبعا يعني انا لو عندي قبر اندوسكو بيعمل بانيوم. فهمتوا ولا لا؟ فهي البانيوم مش بلاقي غنى عن كلمه اسمها ايه؟ عن كلمه اسمها قبر اندوسكوبي. بصوا
الاسترجيال باليسس كلمه عظيمه وكبيره وزي ما انت عايز تقول بعمل ابر اندوسكوبي. هدخل ابص على مين؟ هدخل ابص على الاسترجيال باليسس. هذا الاسترجيال باليسس موجود من 5 ل 15% من الناس اللي عندهم سيروزس. البروجريشن بتاعه بيزيد تقريبا، يعني القوه بتاعته والحجم بتاعه يزيد 15% في السنه. اقول لك احصائيه تي لو واحد عنده استرجيال باليسس وحصل منه بليدنج وسبته، 70% من الناس بيموتوا خلال سنه. لو عندي 10 عندهم استرجيال باليسس وما اتعالجش ولا عمل حاجه ولا خد بيتا بلوكر ولا ادويه ولا بتاع، 7 من ال 10 دول هيموتوا. فاهمني ولا لا؟ الاسترجيال باليسس ده خطورته كلها ان هو يعمل هيماتيزيز وابلينا ويؤدي الى كرونيك تلطس، فلابد ان انا ادخل اعمل له فيجواليزيشن. فطلع عندنا اختراع حلو جدا اللي هو المنظار ابر اندوسكوبي، اسمه منظار المعده والاثنى عشر. المنظار ده عباره عن ايه؟ هو في واحده كده اسمها وحده التنظير يدخل الدكتور فيها، في تمريض حاجه يعني حاجه تبقى فيها تعقيم كويس. المنظار ده خرطوم يدخل، فالخرطوم لازم يكون متحقق كويس قوي. وبعدين بيدخل عيان بينامه على جنبه الشمال وتبقى ايده ورا ظهره كده وينام كده في الوضع ده. وبعدين بيحطوا له حاجه زي موت جاي فيها فتحه في النص عشان يدخل منها ايه؟ يعني بيبين لسانه عشان لسانه ما يضايقش يعني. ها وبعدين تبدا تدخل المنظار، حط جل كده وتحط هنا لوكال انستيزيا. وحديثا طبعا بيدوا له زي دور كان حاجه كده تعمل ايه؟ هو سيدتك يعني، بس مش عايز ينيمه قوي يعني. وياما ناس عملته، في ناس مثلا يقول لك انا حابب اتفرج، فبيعمله هو صاحي عادي. هي المشكله بس في الدخله. يجي عند اللسان ويقول له ابلع، فهو بيبلع كانه بيبلع لقمه، يروح مدخل المطلوب. حلو كده؟ ناس طبعا يحصل لها جاي مش مشكله. انا ممكن يحصل لها اسبيريشن، دي مشكله. الاسبيريشن مشكله. دخل جوه ايه؟ دخل جوه الاسوفيجاس. وهو داخل الاسوفيجاس مقفول. المنظار ده مليان تيوبس كتيره، ينفخ هواء. عشان يعمل ايه؟ يقعد يفتح، فيفتح الطريق وهو نازل، وهو نازل. المهم ينزل يبص هنا على اللي هو الاسوفيجاس، وبعدين يروح قلب المنظار كده بطريقه كده، هو ليه بكر بيلف يمين وشمال، يروح قلبه يبص على الفطس. وبعدين يبص على الاستومك ويبص على الانترا، وبعدين يروح داخل كمان في الديوكينا. فاهمني ولا لا؟ يبقى هو اسمه منظار الايه؟ المعده، وطبعا خد مرزيه ومعده واثنى عشر، على فكره حاجه تحفه يعني. واخد بالك وسهله. وناس البروفيشنال بيعملوها في ثلاث دقائق. ثلاث دقائق. ومحدش بيحس بحاجه. طبعا الناس اللي بتعق بقى في مش عايز اقول فين يعني. رابشر اوزوكلس. رابشر اوزوكلس على طول، واخد بالك ده اقل واجب يعني. ده كله. ها؟ في ناس كويسه جدا، الموضوع كمان المنظار اللي ايه كان زمان اول ما اشتغلنا عليه كان حاجه بص كده، انا كنت في وحده مناظير كانت اللي بتعدي كده دلوقتي بقى ايه؟ رفيعه جدا يعني. حتى عامل واحد للاطفال ارفع كمان يعني، عشان تعمل منظار لطفل ولا حاجه. المنظار ليه فايدتين والكلام واضح. دايجنوستيك وثيرابيوتيك. دايجنوستيك ليه؟ انا ببص على مين؟ على فيجوال باريسز. حلو، وطبعا بحقن وبرضه الدوالي عن طريق مين؟ هذا المنظار. خلينا في النقطة الأولى دايجنوستيك، هبص على الاسترجيال باريسز وأشوف عددهم كام؟ وأشوف حجمهم قد إيه؟ وحاطط لهم فور جريدز، 1 2 3 4 على حسب الحجم يعني. ويشوف إذا كان في علامات وحشة في هذا يعني إيه علامات وحشة؟ يعني مثلا إيه؟ لقى الفارس اللي قدامه ده، الفارس اللي قدامه ده لقاه امبندنج رابشر، يقول لك علامات إن هو هيفرقع. لقى السيب بتاعه احمر. واخد بالك؟ لقى تنس جيلبس ولقى تنس. ده معناه ايه؟ يقول لك يبقى لونه شيري ريد. دي كلها ايفيدنس ان هو ممكن ايه؟ ده هيبدل الجراف. وفي واحد تالت جريد 1 مش باين اي كلام، مش عامل حاجه، تقول له حاجه كويسه جدا. فهمتوني ولا لا؟ المفروض يا اولاد ان كل واحد عنده استرجيال باريسز، هو طبعا يعني اي حد عنده سيروزس هيعمل منظار كل سنتين او ثلاثه. لو عنده سيرجيال فارسز ناس تقول لك كل 3 شهور، ناس تقول لك كل 6 شهور. لازم نعمل ابر اندوسكوب عشان نطمن عليه. على سيرجيال عشان ما تستناش بقى يعني الشطاره كلها ما تستناش لما يرابشر. هو انت كونك دكتور شاطر انا عايز اعمل له ايه؟ اربطه احقنه اعمل له حاجه هقدمها له في العلاج قبل ما يرابشر، ما تستناش اصلا لما يرابشر. فهمتوني ولا لا؟ ها مشاكل السيرجيال فارسز ايه؟ ايه الخطوره؟ هيباتوليسيز اوبنينا وكذا وانيميا، وطبعا يعمل هيباتيك
انت خلاص مش دي المشاكل بتاعتي. فانا بقول بالضبط انفستيجيشنز المهمه تم اسمها اوبر اندوسكوبي، يبقى عندي لابوراتوري انفستيجيشنز فيجواليزيشن اوف بورتال فين او بورتال سيركيليشن واستيميشن اوف بورتال بريشر واوسوفيجيال فالفز، اعمل حاجه اسمها اوبر اندوسكوبي. ماشي كده الحال. نيجي بقى العنوان اسمه تريتمنت، وده عنوان كبير ودي الحته المهمه على فكره، وده سؤال treatment of esophageal varices او treatment of portal hypertension. بص يا ولاد، البورتال هايبرتنشن ده دايما معاه esophageal varices. الاسوفيجيال فارسس ده حاجه من الاثنين، يا اما جاي بليمنت العام دلوقتي جاي لك عنده نزيف، يا اما دلوقتي هو عنده esophageal varices لكن نو ها بليمنت، يا اما نو بليمنت. فانت دلوقتي العام جاي لك يا اما جاي بينزف يا اما ما عندوش نزيف. لو جاي بينزف ها عنده بليدنج اسوفيجيال فارسز، في حاجه اسمها جنرال كير او جنرال مانجمنت، كلام سهل ومعروف. نمره اثنين، ودي كلمه مهمه اسمها فارماكولوجيكال، ادويه هستخدمها، ادويه سحر صحي. نمره ثلاثه، انترفنشنال هتدخل، سواء كان ابر اندوسكوبي او حاجه اسمها سانتي ستيكن تيوب. ورابعا طبعا في سيرجيكال انترفنشن، بدخل جراحيا واقفل هذا التوازن. لو كان العيان ما حصلوش بليدنج بعمل له بروفلاكس. البروفلاكس هو دلوقتي جاي مش في بليدنج، في حاجه اسمها برايمري بريفنشن وفي حاجه اسمها سكندري. البرايمري ده دلوقتي واحد ايه؟ عمره ما نزف قبل كده. ها؟ هو عنده بورتال هايبرتنشن، كان عمره ما جاله ايه؟ نزيف قبل كده، يبقى هو تعالجه برايمري بريفنشن او برايمري بروفلاكسز. السكندري هو واحد جاله قبل كده زمان اتاك اوف هيماتيزز او منينا، بس جاي لي دلوقتي عشان متابعه وخلاص، يعني هو مريض بورتال هايبرتنشن وعنده اسوفيجيال بس لكنه نون ايه؟ طب اللي مش بينزل في احتمال ايه؟ ما نزلش خالص قبل كده، اعمل له برايمري بريفنشن، انا نزلت قبل كده اعمل له سكندري بريفنشن وانا اعرف يعني ايه. تعالى نمسك حاجه حاجه بقى. دي الخريطه الكبيره يعني، اوكي؟ نمسك حاجه حاجه. واحد دلوقتي عنده اسوفيجيال بارسز بورتال هايبرتنشن، اسوفيجيال بارسز وجاي لي بليدنج، لازم نفهم حاجه بقى. ان اخطر نزيف هو بتاع الاسوفيجيال فارسز. البنت الاصغر تجيب لك شويه درب صغير، الاسوفيجيال فارسز ده ممكن يديك كميات درب مهوله، يعني هو الاسوء وده الاكثر في بلدنا. ذا كومنست كوز اوف هيماتيزس في العالم كله بنت الاصغر. فوق الدنيا هو اسوفيجيال فارسز، حلو كده؟ هذا الاسوفيجيال فارسز يعمل نزيف رهيب جدا، فلازم العيان ده اول ما يجي طبعا هوسبيتاليزيشن تعجزه، هديله فريش بلاد ترانسفيوز. لازم تعمل فريش. عشان حاجتين. الحاجة الأولى أنا الفريش بلاد يحتوي على فايبريشن فاكتور، وبعدين لو جبت له فروزن بلاد يبقى أنا بديله أمونيا، هو أصلا عنده جي أي تي بريمنج، يعني هتبقى بدل ما يبقى فيه برسنتيتنج فاكتور واحد هيبقوا اثنين، مش كده ولا لا؟ فدايما تديله فريش بلاد. وبعدين تديله فيتامين كي عشان أقلل إيه؟ بالظبط أقلل النزيف شوية. وبعدين يا أولاد وبعدين قدر الامكان يعني اوبن تشويز دخله بنظافه، يعني كجنرال دخله بنظيفه او تعمل له بقى ستيرو سيرابي او باد ديلايجيشن او كده. يبقى انا جاي العيان احنا دلوقتي انت واقف في الطوارئ وجاي عيان ماسكينه كده في داخل في اتاك اوف هيماتيزس، فانت هتروح بسرعه الناس اللي حواليه ايه اللي حصل؟ ده مريض كامل وبينزف وعمال يرجع ده، خلاص انت عارف انه اصلا في هيماتيزس. حلو كده، تروح عامل ايه؟ لا بسرعه تروح نايم كده المستشفى او تبدا تركب له رايب. الرايب ده عشان ايه؟ اغسل وقت ما يحصل له كلابس ولا حاجه وشك تخيل المريض تركب له كانولا، يلا شكرنا دم بسرعه حد يتبرع، شكرنا دم مش عارف ايه، تبدا تجهز الدم بتاعك. ركبت الرايل تبدا تغسله، اغسل بكولد سلاين. يبقى ليها بازو كونستريكشن، تعمل بازو كونستريكشن فتقلل التزييف شويه. دايما كنت لما يبقى عندنا طوارئ مثلا ولا حاجه اول ما تروح كده اول يوم في ثلاجه في الطوارئ تقول لهم ايه حطوا لنا 10 ازايز سلاين في الايه؟ في الفريزر بحيث تبريهم العينين دول بقى. ده بيعمل افكت اوف بازل كونستريكشن. لو حد سنه صغير وما عندوش مشاكل في القلب ولا حاجه تحط على السلاين امبول ادرينالين. بس طبعا ده مش ما تكتبش ان انت تبدا ادرينالين. عشان لو مات ولا حاجه ايه ما حدش يمسك عليك حاجه، مش عبيط يعني. فاهم حاجه؟ تكليفك الادرينالين بس. ها؟ ما احنا دكتور بنعمل اي حاجه، مش عايز اقول لك بقى يعني. اي حاجه. ماما عدت اول امبارح وكتب ان هو سافر وقف معانا عادي ايه؟ كده يا حاجه في مصر لازم تعلمي شويه. المهم يا اولاد
هو احنا مش عايزين نخدمه ولا ايه؟ ها؟ على ما يكونوا جهزوا الدم في الاماكن المحترمه على ما انت ركبت الراي ورسمت له مره واثنين وكانت المراره جابت الدم تكون وحده المناظير جاهزه يدخل يعمل نظار فورا. وعلى فكره ده بيحصل بصراحه ده بيحصل بس بيحصل فين؟ في القاهره. في القاهره الكبرى واخد بالك؟ ها؟ بعض الاماكن ده اصلا على ما يوصل المستشفى طب ده مصيبه يعني على ما يروح اصلا مستشفى وبعدين يروح المستشفى المركزي اللي تبع مش عارف يقول له ما عندناش مناظير. اصل المناظير عطلان لازم نحولك مش عارف فين. طبعا اللفه الكبيره دي هي اللي بتؤدي الى بلاد لوس كتير وده اللي بيعمل دايما ايه؟ ده اللي بيعمل لنا دايما يعني المشاكل كلها بتيجي من هنا. لكن الجنرال مهم يبقى الجنرال هوسبيتاليزيشن والرايل وانت اديله فريش بلاد واديله فيتامين كي واجهده في الاوفر اندستري خلاص تم السيطره على الموقف. في ادويه سحر سحر بصراحه ادويه يا اولاد لا ابالغ يعني تعادل السكيلوثيرابي واشتغلنا عليها يعني اشتغلنا بيها وجربناها هنكشف ترتيب كده ها ما طلعوا اول حاجه الفازو برسم عارفينه الاي دي اتش الفازو برسم لقوا لي اكشن عظيم جدا يا ولاد فين اسمع كده قول لي فهمت ايه بيعمل سبلانكينج فازو كونستريكشن ايه رايك؟ تماما هيقللوا تماما يا ولاد يعني هيقلل النزيف بكميه رهيبه جدا بيعمل سبلانكينج فازو كونستريكشن حاجه تحفه سحر هذا الفازو برسن بيتحسب باليونت يدوا 20 وحده او يبدا يعلقها كده سلولي على 100 سم صلايب واخد بالك سلولي بس مشكلته في حاجه يا ريته سبيسيفيك هنا يا ولاد يا ريته سبيسيفيك هنا تقول لي يعني ايه؟ ما هو اي سموز ماسل ممكن يعمل فيها عشان كده يحصل البلانشنج تلاقي وشه بقى ابيض فاهم كده وايه اللي حصل البلاد فيزل مالها؟ قفله وتلاقي ايده بيضه وايده كله بقى في فازو برسن رهيب جدا بلانشنج بهتان او شبوب كمان تلاقي العهد ده ايه يحصل له ابدومينال كوليك وفوميتنج وممكن ضيارية ما ينفعش ادي هذا الفازو برسن لو واحد عنده سكيميك هارت يا نهار اسود يا نهار اسود لو اديته في سكيميك هارت هو عنده سكيم الكوريري ضيق فانت ايه؟ مصيبه ما ينفعش استخدمه مع مين؟ ما ينفعش استخدمه في واحد عنده uncontrolled blood pressure عنده هايبرتنشن عالي لو استخدمته عليه اكتر ما ينفعش يا ولاد استخدمه في واحده ست حامل ما هو اليوترس هينقبض فاهمني ولا يعني هو ليه شويه كونترا انديكيشنز لكن لو وجد وعرفت استخدمه هيبقى كويس جدا هذا الفازو برسن ده اول واحد طلع دلوقتي مش موجود بقى ليه بديل اسمه جلايا برسن جلايا برسن ده حاجه حلوه قوي هو بصوا سينثيتك فورم اوف فازو برسن وذا سيم اكشن وذ ديفرنت سايد افكت حلو؟ يعني هو حاجه سنسيتك ها وبيستخدم نفس الاكشن بس السايد افكت ايه؟ اقل شويه ده بيتقاس بالملي يعني من 2 ل 6 ملي كده ولا حاجه دول بتاعته دول اصلا 2 ملي واخد بالك؟ ده بيستخدم يا اولاد بيتحط برضه كده في يوم مره واحده انت ربنا يعمل سبلانك انك فازو كونستريكشن نفس البريكوشنز هي يعني ايه؟ يعني لو جالي واحد عنده انكنترول بلاد بريشر او سكيميك هارت او واحده ست حامل او ساعه بلاش ويعمل نوزيا وفوميتنج وبلاد نفس الاثار هي بس اقل بمين؟ لكنه دواء حلو. طيب الثالث تعرفوا حاجه اسمها السوماتوستاتس؟ معلومه ها؟ جروث هرمون ريليزنج انهبيتور الهرمون بيطلع من الهايبوثالامس بالراحه جروث هرمون ريليزنج انهبيتور الهرمون ريليزنج يعني طالع انهبيتور بيعمل انهبيشن للجروث هرمون مش بيعمل انهبيشن مش ستيميليشن اسمه سوماتوستاتين عملوا ليبو سينثيتك ماتيريال اسمها سالدوستاتين سينثيتك المهم يعني شوف الاسماء سوماتوستاتين انالوج او بيسموها ايه ماشي المهم ده بيستخدم حاجه من الحاجات هو بص از جلايا برسن وذ ليفل سايد افكت راحوا مطلعين بص انالوج لهذا السوماتوستاتين يعني حاجه شبيهه ليه بص يا ولاد هو السوماتوستاتين بيعمل سبلانك للفازو كونستريكشن ازاي؟ عن طريق بيعمل انهبيشن للفازو ريتو ماتيريال فيبقى رابر هاند لمين؟ انتوا مش عارفين الفازو برسن والجلايا برسن كانوا دايركت اكشن يروحوا يعملوا فازو كونستريكشن السوماتوستاتين والاكتيرو بتاع السيل الانالوج بتاعه بيعملوا انهبيشن للفازو دايليترز فالرابر هاند يبقى مين؟ لكن في كل الاحوال النت ريزلت ايه؟ يعني المحاصره النهائيه يحصل ايه؟ يحصل فازو يحصل سبلاكن الفازو كونستريكشن وعلى فكره كلهم مش بيشتغلوا بس في الجي اي تي فالمشكله ان في سايد افكت بس كل ما يطلع بالترتيب كده اول واحد سايد افكت كتيره
اللي تحتيه يعني قال شويه، اللي تحتيه قال شويه، الاخير قال تقلوا. فاهمني ولا لا؟ يعني هما كل ما يطلعوا حاجه بيحاولوا انه يخلوا السايد افكت بتاعتها تبقى ايه؟ اخر حاجه طلعت اسمه اكتينيوتايز، على فكره مش اول مره اقوله. كان ده حاجه اسمها كارسينويد لو فاكرين. مش فاكرين. ما خدناش حاجه اسمها كارسينويد خالص؟ كارسينويد سندروم خدناها. خدناها؟ ركزت بالديزيز مش كده؟ ها كنا بنستخدم هذا الاكتينيوتايز انتي سيروتونين. المهم هو بيعمل ايه؟ هيعمل سبلاكن الفازو كونستكشن. الاكتينيوتايز دكاتره موجود في المستشفيات. ودي نتيجه حلوه جدا جدا جدا، تعرف يا دكتور كانك عملت له منظار. نفس السايد افكت ونفس البريكوشنز بس هي هي نفس الكلمتين، فاهمني ولا لا؟ لكن هتبقى ايه؟ اقل بكتير. طب يا دكتور حتى في الموقف ده جالك واحد عنده اسكيميك هارت جالك برابشر اسوفجيال فالسز ونزيفه. فانت حجزته بسرعه؟ طبعا هذا كلام يعني. دم بسرعه ومش عارف ايه بالظبط، طبعا لازم تديله دم فورا. تقول لي اه فلوس بلاد عشان كذا وكذا، اقول لك وكذا كمان، اصل الهايبوفوليميا او الانيميا مي اجريفيت الاسكيميك هارت. مش هو الدم رايح في الكورونر قليل؟ قال لك لو في انيميا كمان. هيبقى قليل قوي، فهذه الحاله لابد ان انا ايه؟ ان انا هديله دم هزق له اصبر اصبر ادخله منظار، طب ما عنديش منظار. لو هتديله دواء من دول حط له مايكرو ديرما كاتش. هتفهم حاجه؟ لو هتديله دواء من دول هزق له ايه؟ هتعمل ايه مايكرو ديرما كاتش؟ لا يبقى انا كده محافظ، يبقى انا مأمن مين؟ انا كده محافظ على القلب عشان اصل المصيبه ايه؟ ان انت تصلح له الفارسز وتموته من فانكشن، فاهمني ولا لا؟ يعني احنا مش الهدف كده، لازم الواحد يبقى فايق وهو بيشتغل مع الحاجه. هتبقى فايق تبقى مركز في مشكله في القلب، خاصه الاولاد اللي احنا ايه؟ يعني على ايامنا انا مش عارف الدنيا دلوقتي عامله ايه، بس والله بجد على ايامنا كانت الدنيا حلوه قوي واحنا نواب يعني انت في الاستقبال في 5 10 دقائق يكون اتعمل واتعمل رسم قلب وجه دكتور قلب وجه فاهم؟ تلاقي الدنيا اتقلبت مره واحده. انا لما كانت بتيجي حاله هيماتوما اصلا كنا احنا قاعدين في الاستقبال مش بنروح 24 ساعه قاعد في الاستقبال. مش حاجه اسمها ايه ده انا هطلع عليك شويه ده انا هروح، مش حاجه اسمها كده. اكلك في الاستقبال، حياتك كان عامل لك اوضه اصلا في الاستقبال. دلوقتي اصلا تلاقي الامتياز هم قاعدين في الاستقبال بس. وللاسف مش بيعرفوا يتصرفوا، هو مش محدش علمهم. ها وكل واحد مكبر دماغه وكل اللي عايز يهرب من اي شغلانه بيهرب، هي دي مصيبه. لكن لما كان يبقى تيم ورك موجود الدنيا كانت بتمشي كويسه جدا. وياما ناس عدت. عارف يا دكتور الادويه دي انا يعني بجد عن خبره وعن تجربه سحر. على مثلا واحد في المنظومة مش شغال، لو انت عايز تشتته مستشفى ثانيه، على ما تدي دواء من دول بجد هيروح. على ما الدكتور الثاني يعمل له منظار خلال ساعه او ساعتين يدعي لك. يقول لك انا بعمل منظار الدنيا كانت حلوه. يعني البريدنج ايه؟ وقف. لان انت اديت له حاجه محترمه، الادويه دي حلوه. حلوه وادويه محترمه فارماكولوجيكا، ركزوا فيها بقى. عشان عندنا درس هيتقال مرتين، هيتقال مره في البتاع ده وفي بكره ولا حاجه لما تنزل، وهيتقال تاني في السيمتومز اور جي اي تي، في كلمه اسمها هيماتيمسيس. هي نفس الكلام، هو يقول لك التريتمنت بتاعه فنفس اللاينز دي جنرال وفارماكولوجيكال وانترفيشنال. الفارماكولوجيكال الادويه دي لازم تكون حافظها، تتقال تاني. فهمتوني يا ولاد؟ طيب سوري والله عشان تساعد، لو متاحه اديها ويدخل اوبر اندوسكوبي كمان، حتى لما يجي يشتغل تبقى الدنيا ايه مقفوله، اصل ساعات يدخل يشتغل والدنيا عماله تنزل ما يعرفش يشوف براحته، لكن هي الدنيا نظيفه جدا يعني. طيب المهم اللاين اللي بعد كده الانترفنشنال، ها اللي معاك كتاب اكتب عليه سي 2 عشان مش مكتوبه سي، اكتب سي في اول الصفحه دي اللي هي دي كام؟ 50 فوق سي. سي انترفنشنال ثيرابي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو نعمل ايه؟ هنعمل هنفضل على طول، ركزوا عشان الكلام ده كله اورال ديسكشن، سؤال اورال ديسكشن، تعالج ازاي يا ابني حالتك مثلا مثلا؟ ايه الادويه اللي بتستخدمها؟ طب ده بيعمل ايه؟ طب دخلناه المنظار، والله عند البنات بيسالوا السؤال ده. دخلتيه المنظار، ده بيعمل منظار، بنحقن له ماده، تقول لي نعمل سكليروثيرابي، تقول لك الماده اللي بتحقنيها اسمها ايه؟ الثانولامين اوليت، اسمها ايه؟ انت قلت الثانولامين يبقى زي الفل، ها اسمها ايه؟ الثانولامين اوليت، بعمل ايه؟ بدخل بالمنظار، المنظار دخل على الحته اللي فيها فيروس اهي اهو، فالمنظار دخل كده عليها. المنظار فيه تيوب ومعايا حد بيساعدني، انا دخلت وقفت هنا، الدكتور المساعد بتاعك بيقعد يعبي الثانولامين ويحقن هنا، وانت مصنف على هذا المكان. الثانولامين بيعمل هنا انفلاميشن وإديما، فالإديما تروح خانقه البلاد فيزل تقفله، تحصل فيه سكيميا وخلاص قفل، يبقى انا عملت حاجه اسمها حق. حقن دوالي، يعني عملت حاجه اسمها سكليروثيرابي، حقن دوالي، عملت سكليروثيرابي، الماده المستخدمه؟ طيب ايه المشكله ممكن تحصل؟
ممكن لما اجي المسهم ينزل صح ولا لا؟ مش ممكن الواحد غشيم شويه يخليه ينزل مش كده؟ الحاجه الثانيه غير ممكن يحصل اثر مكان ما انت حقنتي بدي عده فيها بس بغير الاثر لو واحد غشيم شويه يديك بالفريشه بالفريشه مش كده؟ ها وخدنا قبل كده فاكرين حاجه اسمها اليوبوثوركس مش كان في نوع منه سبورتينيوس نوع تروماتيك فده تروماتيك اكسيدنتال لو عمل اليوبوثوركس يبقى تروماتيك واكسيدنتال هو تروماتيك واكسيدنتال انا مش متعمد ومش كده ولا ايه؟ ها فبالتالي ها ده ممكن يحصل كومبليكيشن في طريقه ثانيه خاصة لو كان مش لو انت اديته بقى الحاجات الادويه الحلوه والبتاع الفارسز واضح ومش بينزل يعمل حاجه اسمها باند لايجيشن. باند لايجيشن بالظبط كده عارفين الاستك مش الاستك عارف البالونه الفتحه بتاعت اللي بتحطها في بقك دي مش بقى في حته عامله زي الاستك كده الحته الصغيره دي حاجه زيها بس ناشفه شويه بتدخل على المنظار وبعدين يدخل بيها يركب فوق الدوالي كده ويروح ملبسها للدوالي بحيث ايه مثلا هو الدوالي اهو هو عايز يدخل عليه كده يبقى حاططها هنا لما يحطها هنا قفل مين؟ ها اصبح مفيش باب رايح هنا شويه ودي بتقع خالص فاهمني ولا لا؟ ها يعني بيعمل حاجه اسمها باند لايجيشن وطبعا هي الباند لايجيشن مفضله على السكيلور ثيرابي لكن احيانا يبقى العيال لسه بينزف والموضوع صعب فبيعمل ايه؟ وساعات اصلا في اماكن مفيش فيها باند فبيعملوا ايه؟ فبيعمل سكيلور ثيرابي والسلام انتوا معايا ولا تايهين؟ فبص يا دكتور مرات يبقى الدوالي في حته رخمه قوي ما يبقاش هنا يبقى في الاستومك يبقى في الاستومك يبقى هنا كده في الاستومك الحته دي فيها دوالي فاسمه فضل فارسز فضل في الفضل في الاستومك وده ما شاء الله اذا كان حجم الدوالي ده سنتي ولا 2 سنتي فده ممكن يبقى 10 سنتي قد كده لا الحته البتاع قد كده يا نهار اسود ودي اسوء حاجه هو اللي حصل فضل فارسز اللي حصل فضل فارسز هو السوبيريور بزنتري جامد ايه؟ مش جايب الابر جاي دي كله طب ما جايب الاستومك مش انا دلوقتي رفعت البريشر هنا فالبريشر هنا عالي ها فالاستومك كمان ايه؟ ايه يا ولاد؟ وبعدين مش قلنا في انا سوبر كده اسمه كان اسمه ايه؟ مش كان اسمه كرونري ولا ليفت جاستريك؟ ما هو جاي من الاستومك يعني الاستومك اساسا فيها فارسز اهو قد كده وعلى فكره ده لو فتح ما بيقفلش لو فتح ما بيقفلش وغالبا ده البروجنوزس لو رفشر ده البروجنوزس يعمل ايه بقى؟ يبقى داخل بالمنظار عليه بس ما ينفعش يحقن الفانولا دي ما يجيبش نتيجه بيحقن ماده اسمها هيستو اكريل بلو تيشو ادهيزف وده بيتسال تحقن الفاندل فارسز بايه؟ ماده زرقاء عارفين يا ولاد الامير اللي بيلزقوا بيه الحاجات البلاستيك والكلام ده هو ماده زيه بالظبط وغاليه بتتسحب طبعا بتسحبها بصعوبه قوي عشان تحطها في سرنجه وبصعوبه عشان تحطها في تيوب لكن المهم ها ربنا بيسهل كده وتروح لنا هنا وتقعد تحقنها اسمها هيستو اكريل بلو غاليه مش موجوده في المستشفى معايا بيشتريها على حسابه هيستو اكريل يبقى خد بالك الاستراتيجيه البارز بحينه ايه؟ انت هدول دي نقول ايه؟ بينما الفاندا البارز بعدها بحينه ايه؟ ها هيستو اكريل بلو طبعا ده ادهيزف ماتيريال هذه الادهيزف ماتيريال تروح قافله هذا الفاندا البارز طبعا بيستقر هو غالي يمكن الامبول لوحده 150 جنيه تحتاج له 6-7 امبولات واخد بالك؟ على ما يقفلها طبعا وبعد ثاني يوم ولا حاجه يدخل يتابع يشوف الوضع ايه؟ الموضوع يبقى رخم شويتين، خلاص؟ يبقى انا هعمل ايه بالمنظار؟ هعمل سكليروثيرابي بالايثانولامين او سكليروثيرابي للفاندر فارسز ب او اعمل حاجه اسمها باند بايلوجيشن، لغايه دلوقتي كويس؟ تمام؟ ممكن يعملوا له عمليه ساعتها ان هي مش عمليه يعني حاجه بيعملوها بتوع الراديولوجي، حاجه اسمها تيبس ترانس جاجلر انترا هيباتيك بورتو ستاند بركب ستاند البورتو السيستم بتاعه مشكلتها ايه؟ انتفالوبس على وش على طول انتفالوبس لان انا خدت كل حاجه من الانفستر على مين؟ على سيستمك سيركيوليشن على اللونج ران طبعا الاستاد بيحصل فيها ستينوزس وفوق والكلام ده ما حدش بيعملها كتير. كان في حاجه قديمه اخر حاجه اقولها اسمها سانج ستيك تيوب. سانج ستيك تيوب الزراء الدولي بيسالوا فيها. سانج ستيك تيوب اللي هي 3 ليومينال تيوب. انتوا عارفين الراي تيوب؟ الراي بتاعت تيوب واحده صح بتدخلها وفي الاستومك وخلاص دي بتبقى ثلاث حاجات. ثلاثه تيوبس مع بعض. بدخل عن طريق بقى الماوس حلو كده وبعدين تنزل في الاوسوفيس ها هي ثلاثه تيوبس واحده كانها رايح اعمل بيها ايه؟ تشفط اقفله مش كده؟ والثانيه قصيره شويه بتقف هنا كده عند الاوسوفيس حلو كده واروح في اخرها تيوب اخرها زي بالونه كده هنفخها هواء واضغط على مين؟ زوجين فارسز والثانيه
تيوب اخرى هنا بملاها ميه تروح ضغط على الفندق. يعني هو 3 تيوبس واحده كانها ريه بتعمل ايه؟ ها اضغط على الخلاط بالك ها وعامل بعد كده ايه تبقى اربعه يعني تبقى اربعه اليومين واحده ندخل منها واحده نشبك منها ثاني ولا لكن المتبع يستنج ستيكن ثلاثه ها ادخل واخرج واحده كانها ريه وواحده تقف عند النزوف غزير قصيره شويه واملاها هواء عشان تضغط على الاسوفاجس وواحده عند الفندس اوف ذا ستومك واملاها ميه عشان تضغط على الفندل فاليسيس. تقول لي ايه ده عملت ايه يعني؟ انا عملت كومبريشن هنا وعملت كومبريشن هنا واقعد اسيب كده معايا كده مستريح وبعدين على ما يجي دكتور المناظير على ما ننقله لمستشفى ثانيه على ما نبدا نتصرف ونجيب له فاهمني ولا لا؟ ده حل مؤقت ما تقعدش اكتر من 12 ساعه ده حل بس لغايه لما ايه؟ بص ما هو لا غنى عن الابر اندوسكوبي لا غنى عن الابر اندوسكوبي. هي المصيبه يا ولاد ان الاماكن اللي ما فيش فيها ابر اندوسكوبي ما فيش فيها السانج ستيكن تيوب واذا وجد في السانج ستيكن تيوب ما تلاقيش اللي بيعرف يستخدمها ما تلاقيش اللي بيعرف يركبها فمصيبه سوداء. لكن كان زمان الحاجات دي مشهوره جدا دلوقتي عشان الاندوسكوبي في كل حته يعني اعتقد الدنيا هتبقى يعني احسن شويه. لكن اوكي في حاجه اسمها سانج ستيكن تيوب ده سؤال البنات بيسالوا في الحته دي تفصيلا في الاورال تقعد تتسلى عليكي في الحته دي وهنحقن ايه وهيعمل ايه طيب السانج ستيكن دي عباره عن ايه طب بنستخدمها ازاي فاهمني ولا لا؟ فدي حته مهمه جدا 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 جدا. طبعا تاخد وقت بس هي اول ما حققت حصل ايدي ما تعمل كومبريشن وفي يا جماعه عملت كومبريشن دي ما في مالك في يعني مطالب عليه ممكن ايه؟ طبعا ممكن يحصل اديشن وستريك طبعا ده كومبريشن ممكن يحصل اسبريكشن في منظومه الاسكول مصيبه صوت فاهمني ولا صح؟ طب انتوا هوا بقى عشان نبعد الورق عن بعض ماشي؟ شوفوا بكره على خير. يا دكتور دلوقتي احنا لما نشوف حد بيسكت شويه هنشوف حد بيسكت شويه عامل ايه يا عم؟ ماشي ماشي هتعمل ايه طيب؟ المفروض يعمل ايه هو اوسيلوجيال فارس ولا اثر؟ هو بينزف وعنده ليه المفروض يعمل ايه بقى؟ دم في الشارع؟ اطرش ولا اعمل بس بسرعه طبعا دم هرجع والله العظيم